السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد إن أنا أكون مع حضراتكم في هذه الأمسية اللي إن شاء الله هنتكلم فيها عن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية المسمى باللغة الإنجليزية Occupational Safety and Health Management System طبقاً لمتطلبات الموصفة القياسية الدولية الأيزو 45001 اللي هي صدرت في سبتمبر عام 2018. لما نبدأ الموصفة بتاعتنا نلاقي، أنا دايماً بحب في المحاضرات بتاعتي إن إحنا نوحد المفاهيم تجاه الكلمات المحورية الموجودة في هذا الكورس. فإحنا عندنا في عنوان الكورس في عندي أربع كلمات محورية. الكلمة الأولى كلمة الـ Occupational Safety، السلامة المهنية، والكلمة الثانية الهيلث الاوكيبيشنال هيلث الصحة المهنية، والكلمة الثالثة هي كلمة المانجمنت، والكلمة الرابعة المحورية هي كلمة النظام أو السيستم. فمهم جدا إن احنا علشان ننطلق انطلاقة صحيحة ونفهم المعنى الحقيقي لكل حاجة من هذه الكلمات المحورية إن إحنا نفهم المفهوم والمعنى التطبيقي الحقيقي لكل كلمة من هذه الكلمات. فهنبدأ الأول نتعرف على كلمة السلامة المهنية. السلامة المهنية، إحنا دلوقتي بنتكلم على السلامة المهنية. معنى كلمة السيفتي حينما تذكر كلمة السيفتي لابد إن أنا يجي في عقلي خمس مترادفات. الكلمة الأولى هي الهازردز، كلمة الهازردز المخاطر، والكلمة الثانية هي كلمة الريسكس المخاطرات، والكلمة الثالثة هي الأكسيدنتس الحوادث. هل السلامة من المخاطر ولا السلامة من المخاطرات ولا السلامة من الحوادث؟ ولا في كلمة مهمة عندنا اسمها نير ميسز أو الحوادث الوشيكة، ولا من لا قدر الله لما تحصل الحاجات دي يحصل consequences أو عواقب؟ هل السلامة من واحدة فيهم ولا منهم كلهم ولا السلامة منهم كلهم؟ بالتأكيد السلامة لازم تكون منهم كلهم، من الهازردز من المخاطر، ومن الريسكس المخاطرات، ومن الأكسيدنتس الحوادث، ومن النير ميسز الحوادث الوشيكة، وكمان من consequences اللي مترتبة إذا حصل الحادثة أو الحادثة الوشيكة. يعني بنتكلم على إن السيفتي لازم أبقى فاهم فهم عميق عشان أقدر أطبق في مجالات العمل بتاعتنا هذه الكلمات ومعناها الحقيقي. فلما نيجي نتكلم الأول عايزين نفهم إيه الفرق ما بين الهازارد والريسك. الهازارد والريسك، الهازارد اللي هو بمعنى الخطر، والريسك بمعنى المخاطرة. يا ترى ايه الفرق ما بينهم؟ علشان نفهم الفرق اللي ما بين الهازارد والريسك لازم نعرف ان الخطر او الهازارد هو شيء كامل في تكوين الماده الكيماويه او الماده اللي انا بشتغل بيها او في النشاط اللي انا بقوم بيه. ربنا خلقه كده شيء خطر. كون ان انا اتعامل مع ماده زي حمض الكبريتيك المركز السلفوريك أسيد أو النيتريك أسيد، ها؟ هذه المادة بطبيعتها ربنا خلقها كده، مادة آكلة حارقة كاوية سامة مسرطنة، ربنا خلقها كده. لما يجمع ذرتين هيدروجين مع أربعة كبريت مع واحدة أكسجين، ها؟ تتجمع التركيبة اللي تحمل كل صفات الخطورة، ها؟ شيء كامل في طبيعة المادة. لو أنا بشتغل على إسكافولد، على سقالة على ارتفاع 30 متر، هذا العمل عمل خطير، عمل يحمل في طياته احتمالية السقوط من ارتفاعات عالية وما يصحب ذلك من قد يعني لا قدر الله تكسر العظام وتهشم العظام، وقد تصل إلى العجز أو فقد الأعضاء أو لا قدر الله الوفاة. هذا عمل خطر، it is hazardous work إن أنا أشتغل على سقالة على ارتفاع 30 أو 40 متر.
ان انا اشتغل في كابلات كهربيه تحمل مئات الالاف من الفولتات، هذا ايضا عمل خطير. فبالتالي كلمه الهازارد هذا شيء كامن في طبيعه الماده اللي انا بتعامل معها او النشاط اللي انا بقوم بتاديته، يا اما تكون ماده خطره هازارديوس ماتيريال، يا اما تكون هازارديوس وورك عمل خطر، كليهما في طبيعته يحمل الخطوره. لكن لو انا بتعامل مع حمض الكبريتيك المركز ده طبقا لتعليمات السلامه اللي بتنص ازاي اتعامل مع هذه الماده الخطيره، احتفظت بها في عبوتها السليمه وهندلتها بالطريقه السليمه وارتديت مهام الوقايه الشخصيه اللي تحميني من مخاطر هذه الماده الخطيره، فهنا تصبح هذه الماده الخطيره مش هنقول انها امنه انما هنقول مامونه، ماده مامونه. يبقى اذن المخاطره هي ان انا اتعامل مع الماده الخطيره او مع العمل الخطير باهمال او بما لا تنص عليه او اخالف ما تنص عليه مواصفات السلامه للتعامل مع هذه الماده او مع هذا العمل الخطير. اذا بشتغل في السكافولدينج او في السقاله على ارتفاع 30 متر لابد وانا بشتغل على هذا الارتفاع ان انا اتبع تعليمات السلامه او مواصفات السلامه التي تنص على كيفيه العمل بامان على هذه الارتفاعات الخطيره. او لو انا بشتغل في التوصيلات الكهربيه ذات الفولت العالي او ذات التيار العالي، فلابد ان انا ايضا اتسلح بتعليمات ومواصفات الامان، والعدد اللي انا بستخدمها تكون مطابقه لمواصفات الامان حتى اقلل من مخاطر هذا العمل الخطير او مخاطر الماده الكيميائيه الخطيره اللي انا بتعامل معاها. يبقى اذا انا في عندي بتكلم على السيفتي. فهمنا دلوقتي ايه الفرق ما بين كلمه هازارد وما بين كلمه ريسك، بين هازارد وريسك. الهازارد شيء كامن في طبيعه الماده اللي انا بشتغل بيها او في طبيعه النشاط اللي انا بقوم بتنفيذه في العمل بتاعي. اما الريسك فهو المخاطره بمعنى الاهمال، بمعنى ان انا لا اتبع تعليمات ومواصفات العمل الامن في التعامل مع هذه الماده او مع هذا النشاط الخطر. اما اذا اجتمع الخطر الهازارد مع الريسك، اجتمع الخطر مع المخاطره، فبالتاكيد هيحصل عندي حاجه من اثنين، يا هيحصل عندي اكسيدنت حادثه، يا هيحصل عندي نير مس. ومعنى الحادثه انها الضرر اللي هينتج عنه اصابات، قد تتراوح هذه الاصابات من فقد الحياه او فقد اعضاء او عجز كلي او جزئي او اصابات جسيمه او علاج طويل او الى علاج بسيط. يبقى الاكسلنس في عرف نظم السلامه والصحه المهنيه هي بتتكلم على الاضرار التي تنتج عن وقوع حادث، عن اجتماع الهازارد مع الريسك، والتي ينجم عنها زي ما قلنا اضرار للعاملين اللي بيمارسوا هذا النوع من العمل. وقد يحدث ما يسميه بالنير ميس. يبقى في عندي اكسلنت وعندي نير ميس. النير ميس هو الحادثه الوشيكه، وهي معناها ان انا هيقع الحادث لكن لن ينتج عنه اصابات، نسميها بقى قدر ولطف، ربنا سبحانه وتعالى قدر ولطف. يعني بمعنى على سبيل المثال لو انا بشتغل في معمل بماده حمض الكبريتيك المركز ولم اتبع هذه ماده خطره زي ما قلنا، ولم اتبع تعليمات السلامه وانسكب حمض الكبريتيك المركز، لا قدر الله لو وقع على ايدي او جه على بشرتي او جه في عينيا، فهذه حادثة هينتج عنها إصابة للعامل أو العنصر البشري. لكن ممكن الحمض الكبريتيك ده ينسكب على التست بنش وما يجيش عليا،
الاولانيه دي اللي نتج عنها اضرار بنسميها اكسيدنت، حادثه، والثانيه دي بنسميها نير مس او حادثه وشيكه. وفي عرف نظم السلامه لابد ان الاثنين سواء كانت الاكسيدنت او النير مس ان احنا نقوم بتسجيلهم ونتعامل معهم على انهم بالفعل حوادث او ان هم مخالفات لنظام اداره السلامه والصحه المهنيه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الفرق ما بين الهازارد والريسك والاكسيدنس والنير ميسز. طبعا لو حصلت الحادثه او الحادثه الوشيكه هيبقى في ليها كونسيكونسز او عواقب، هيبقى ليها عواقب. هذه العواقب تتراوح ما بين زي ما قلنا لا قدر الله فقد الحياه او فقد الاعضاء او العجز الكلي او العجز الجزئي او علاجات طويله او عمليات جراحيه او حتى علاج بسيط واسعافات اوليه. هذه الكونسيكونس بتترجم الى غياب عن مكان العمل نتيجه لهذه الحادثه اللي حصلت. يبقى هنا البعد الاولاني بتاع المواصفه بتاعتنا بيتكلم ازاي نتعامل مع التأثيرات السلبية التي تؤثر على السلامة المهنية والتي تحدث في لحظات. الحادثة تحصل في لحظة، الحادثة تحصل في لحظة، الحادثة تحصل فين؟ في لحظة أو في لحظات. الحريقة ممكن تكون في ثانية، انبعاث مادة كيميائية سامة أو خانقة أو ما شابه ذلك ممكن يحصل في ثانية، في لحظات. فهذا الموضوع السلامة المهنية بيتكلم إزاي هنتعامل مع الحوادث التي تنتج في لحظات. وطبعا كلنا يعني معظم الناس اللي بتشتغل في الصناعة أو في أي مجال حتى في الشوارع ممكن لا قدر الله تلاقي في ثانية كده نتيجة لأن أحد السائقين على أحد الطرق لم يراعي القيادة متطلبات القيادة الأمنة يتسبب في عشرات من الحوادث في ثانية واحدة. فإذا كلمة الـ occupational safety معناها إن إحنا بنتكلم how to mitigate، إزاي نخفف من الآثار التي قد تؤدي إلى أضرار تمس سلامة البشر وتحدث في ثانية، وتحدث في ثانية أو في لحظات. اما البعد الثاني بتاع المواصفه بتاعتنا بيتكلم على الاوكيبيشنال هيلث، يعني بيتكلم على الصحه المهنيه، وهي بتتعلق بالموضوعات او بمعالجه التاثيرات السلبيه التي تحدث على المدى الطويل. انا راجل بشتغل في مجال مثلا لحامات المعادن او بشتغل في مجال الدهانات او في ما شابه ذلك، يوميا نتيجة لممارستي هذا النوع من المهنة يحصل لي اضمحلال في القوى السمعية أو القوى البصرية أو يحصل لي عدوى أو يحصل لي تركز في نسب المعادن الثقيلة في الدم أو يحصل لي ضعف في البصر. حتى الراجل اللي بيبقى قاعد قدام اللابتوب أو الكمبيوتر اللي بيشتغل داتا انتري مثلا، هذا الراجل هذا الموظف أو العامل قعدته دي لوحديها ممكن تؤدي الى تآكل الفقرات والغضاريف بتاعته، او تؤدي ان في اشعاع طالع من الشاشه بتاعت الكمبيوتر او اللابتوب تؤثر على صحته على امتداد الفتره الزمنيه بتاعه العمل بتاعه 10 20 30 سنه. لو راجل بيشتغل في منطقه نويزي، في منطقه فيها ضوضاء عاليه، وده طبعا معظم الاماكن في المطارات، الناس اللي بتشتغل في تحميل الطائرات، الناس اللي بتشتغل في المصانع جنب الكمبريسورز وجنب مولدات القوة، ممكن النتيجة لهذه الضوضاء يحصل لهم اضمحلال في القوة السمعية بتاعتهم. أو الناس اللي بتشتغل في اللحامات الدقيقة أو في الإلكترونيكس وبيحتاج إن هو يركز ببصره علشان بيلحم في مناطق بالمايكرومتر، ممكن يحصل له اضمحلال في القوة البصرية. فهنا البعد الثاني بتاع المواصفة بتاعتنا بتتكلم على التأثيرات السلبية التي تحدث للموظف أو العامل على مدى طويل من الزمن، قد يكون هذا المدى
10 سنين 20 سنة 30 سنة. فاحنا هذا هو الفارق ما بين الاوكيبيشنال سيفتي، السلامة المهنية، بنتكلم ازاي نتعامل ونقلل من التأثير السلبي على صحة العاملين من الحوادث أو المهددات للسلامة المهنية والتي قد تحدث في لحظات أو في ثواني. أما البعد الثاني بتاع المواصفة بتاعتنا بيتكلم إزاي نعالج التأثيرات السلبية التي تحدث للعامل على المدى الطويل من ممارسة العمل. فهنا طبعا الشريحة هنا بتوضح الكلام اللي احنا قلناه. احنا بنقول الخطر هو صفة الخطورة المتأصلة للمادة او النشاط التي يمكن ان تتسبب في ضرر بناء على مادة خاصة، زي ما قلنا حمض الكبريتيك المركز، مادة آكلة كاوية حارقة سامة مسرطنة تحمل في طياتها كل هذه المخاطر. اما المخاطرة او الريسك فهي تتمثل في الإهمال أو في عدم اتباع تعليمات السلامة، والتي قد تؤدي لاحتمال وقوع الضرر نتيجة لعدم التعامل الآمن مع المادة أو مع النشاط. إن أنا أشتغل على سقالة 30 ارتفاع 30 أو 40 فيه، ولازم يبقى في عندي مخدات او مصاط للصدمات، او عندي يبقى في شبكه نت مرتفعه عن الارض 3 4 متر عشان تمنع اصطدام جسمي من في من الارض. يبقى اذا انا لابد ان انا وانا بشتغل مع ماده خطر او مع نشاط خطير ان انا اتبع تعليمات السلامه اللي هتقلل جدا من احتمال حدوث الخطأ. يا ريت يكون المفهوم ده واضح، وعلشان يعني ان نتأكد من ان هذا المفهوم واضح بالنسبة لنا انا عايز تشاركوني كده بالرأي. في عندنا سؤال نقول انا عايز اعرف هو احنا نقدر نتحكم اكتر في الهازارد ولا في الريسك ولا في الاثنين مع بعض؟ عايزين ناخد فوتينج كده، هل نقدر نتحكم في الهازارد اكتر ولا في الريسك ولا في الاثنين مع بعض؟ ناخد دقيقة كده واخد الفيدباك. ممكن ناخد فيدباك، ناخد النتيجة. عندنا النتيجة في 39% قالوا احنا نقدر نتحكم في الريسك، وفي 18% قالوا نقدر نتحكم في الهازارد، وفي 43% قالوا نقدر نتحكم في الاثنين، في الهازارد او والريسك كمان الاثنين. طبعا انا بشكر كل الحاضرين اللي صوتوا واجتهدوا وكل ارائهم مظبوطه، لكن من واقع الشرح اللي احنا قلناه احنا نقدر نتحكم، اللي في ايدينا ان احنا نتحكم فيه هو الريسك، اللي في ايدينا ان احنا نتحكم فيه هو الريسك، ان احنا ما ناخدش المخاطره. لازم لما نيجي نشتغل في عمل خطير او مع ماده خطيره اللي في ايدينا ومية في المية ان احنا نضمنه ان احنا نتحكم في الريسك في المخاطرة، بمعنى ان احنا قبل ما نشتغل في هذا العمل الخطر او مع هذه المادة الخطيرة لابد ان احنا نعرف ونتدرب كويس قوي على the safest way to perform my job، على الطريقة الامثل الآمنة للتعامل مع هذا المادة، مع هذه المادة الخطيرة أو مع هذا
النشاط الخطر. يعني في الأوشا اللي هي منظمة السلامة والصحة الأمريكية لا يسمح للعامل بأنه هو يؤدي هذا العمل إلا بعد ما يأخذ كورس اسمه Right to Know RTK Right to Know. Right to Know يعني حق المعرفة. لازم العامل قبل ما يشتغل ويمارس المهنة لازم يعرف المخاطر التي يتعرض لها أثناء العمل ويتدرب على the safest way to perform it، الطريقة المثلى. من ضمن قوانين الأوشا متشددة أو في الحتة دي أن الموظف لابد، الموظف الجديد اللي بعد ما يتعين لازم ياخد كل 6 شهور دورة عن متطلبات الأداء الآمن للوظيفة بتاعته، والموظفين القدامى اللي خدوا الدورات دي قبل كده كل 3 سنين ياخد ريفريشمنت سيفتي كورس، لازم ياخد كل 3 سنين يحصل له ريفريشمنت على متطلبات السلامة. وده طبعا نتيجة لأن العالم اللي احنا بنعيش فيه ما هوش عالم جامد ثابت، ده بالعكس ده كل لحظة وكل يوم في جديد، وفي ماكينات جديدة وفي اكتشافات جديدة وفي مواد كيميائية جديدة وفي تكنولوجيات جديدة، كل دي يصاحبها مخاطر لابد ان انا اعرفها، لازم اكون على درجة عالية من العلم بها، نتيجة لان للأسف اي غلطة في هذا الموضوع مش فقط ممكن انت تأذي نفسك، بل قد تكون انت ذات نفسك كعامل مش عارف احتياطات الامان او كيفية التشغيل الامن دي، الى انك ممكن تأذي كل العاملين اللي موجودين في الموقع حواليه. زي ما ادينا مثال، لو احنا على الهاي واي او على الطريق السريع في الاف من السيارات كلهم 99% منهم كويسين جدا وماهرين وملتزمين بتعليمات القيادة الامنة، لكن واحد بس على الطريق ما هوش ملتزم او ما هوش عارف ممكن يتسبب في حوادث لآلاف من السيارات الموجودة وقد تؤدي إلى كوارث. يبقى إذن هنا مهم جدا إن احنا نمرن نفسينا كويس إزاي الطريقة المثلى لأداء كل نوع من الأعمال، وإلا هنبقى في هاي ريسك، هنبقى في احتمالية مخاطرة كبيرة، وزي ما قلنا إذا اجتمع الهازارد مع الريسك هيحصل معايا يا إما أكسيدنت هينتج عنها إصابات، يا إما نير ميسز حوادث وشيكة لا ينتج عنها إصابات، لكن لازم في عرف نظام السلامة والصحة المهنية إن إحنا كلا النوعين سواء الأكسيدنت أو النير ميسز إن إحنا نسجله ونعمل له أناليسز ونعمل روت كوز أناليسز، نشوف السبب الجذري اللي أدى لوقوع هذا النوع من الحوادث وإزاي إن إحنا نتخلص منه أو لا نسمح بتكراره مرة أخرى. عندنا وإحنا بنتكلم على عملية إدارة المخاطر طبقاً للمواصفة، الشكل اللي قدامنا ده تقريباً الكور بتاع المواصفة بتاعتنا. في عندنا زي ما قلنا إن إحنا لازم يبقى في عندنا في الأول ننزل في كل عملية جوه المؤسسة عندي وأشوف بعيني وتخيل بعقلي كل السيناريوهات التي ممكن أن تؤدي إلى حدوث الريسك. زي ما قلنا إحنا عندنا في أعمال خطرة، والأعمال الخطرة دي موجودة في كل حاجة، حتى وحضرتك طالع على السلم أو نازل من على السلم أو بتعدي الشارع أو بترفع صندوق من على الأرض، كل خطوة تشغيلية فيها مخاطر، ولو ما اتبعتش الطريقة السليمة للتنفيذ بقى هنا في ريسك ممكن يحصل عنده. يعني لو عامل زي ما قلنا مكلف انه مجرد انه يشيل صندوق من على الارض يحطه على الرف، لو لم يتبع التعليمات السليمة للتحميل او لحمل الصندوق لابد انه هيحصل له للأسف مشاكل في العمود الفقري او مشاكل في المفاصل او الركب او ما شابه ذلك، واكم من حوادث شفناها بتحصل في اماكن العمل.
فاحنا عندنا اربع خطوات رئيسيه المواصفه مبنيه عليها. بنتكلم على الريسك ايدنتيفيكيشن، او ان شئنا الدقه بقى نقول الهازارد ايدنتيفيكيشن، تمام، والريسك اناليسيز تحليل المخاطر. يبقى في الاول التعرف على المخاطر، ثم تحليل المخاطره، ثم تقدير المخاطره الريسك ايفالويشن، ثم الريسك تريتمنت او الريسك مانجمنت. يبقى وانا في المواصفه بالكامل، ها، كل البنود اللي فيها بتتكلم على ازاي هنعمل ريسك ايدنتيفيكيشن او هازارد ايدنتيفيكيشن، ها، ثم الريسك اناليسيز اللي هيشمل الريسك اناليسيز والريسك ايفالويشن، ها، وبعدين نعرف منهم الريسك تريتمنت او الريسك مانجمنت، اداره كيفيه التعامل مع هذه المخاطر والاوبشن المختلفه للتعامل مع هذه المخاطر. فهنبدا الاول في موضوع الريسك ايدنتيفيكيشن او تمييز المخاطر. تمييز المخاطر، العلماء بتوع السيفتي ريحونا في الحته دي ودرسوا لنا وحددوا لنا هم المخاطر وانواعها، فقال لي او قسموا لي مخاطر العمل الى خمس انواع رئيسيه من المخاطر: المخاطر الهندسيه، المخاطر الفيزيائيه، المخاطر الكيميائيه، المخاطر البيولوجيه، ثم لو اي حاجه مش تحت الاربعه دول سميناها مخاطر اخرى او مخاطر متنوعه. يبقى في عندي خمس انواع من المخاطر. أول نوع من المخاطر المخاطر الهندسية، اللي هي تشمل المخاطر الميكانيكية، تعرض للآلات الدوارة والآلات القاطعة وآلات، لو بنتكلم على المقص الكهربي أو الشنيور الكهربي أو الآلات الدوارة عموما، ها. ثم المخاطر الكهربية الإلكتريكال هازاردز، اللي ممكن تكون الصعق الكهربي والشرز الكهربي والحرائق الناتجة عن الماس الكهربي. ممكن يكون اخطار هندسيه متمثله في المواقع العمل وفي الانشاءات، في اخطار الانشاءات في الكونفايند سبيسز، في الاماكن المغلقه، الاماكن المغلقه زي الصوامع، زي تنكات بتاعت محطات البنزين او ما شابه ذلك، ايضا في توزيع الالات او في اعمال البناء والسكافولدنج زي السلالم والسقالات. كل دي تندرج تحت المخاطر الهندسية. النوع الثاني من المخاطر هي المخاطر الفيزيائية، وهي تشمل الوطأة الحرارية، ان احنا نشتغل في درجات حرارة عالية، او نشتغل قدام افران، او قدام افران صهر في الحديد والصلب، او في اعمال الذهب، او في اعمال المعادن عموما. العاملون هناك يتعرضون الى درجات حراره عاليه جدا، بنسميها وطاه حراريه، وبنصنفها على انها من المخاطر الفيزيائيه. وعكسها اللي هي وطاه البروده، ان في بعض الصناعات او بعض الانشطه تتطلب ان احنا نعمل في درجات حراره منخفضه جدا، ها، زي مثلا صناعات التبريد والتجميد والتعامل مع الثلج بصفه عامه. خدوا بالكم مثلا صناعات زي اللحوم والاسماك والدواجن، بعد ما بيعمل الصناعه دي لابد ان هو بيخش بيرتبها في طن التبريد، درجه الحراره فيه تصل الى ماينس 24 او ما شابه ذلك، اقل حاجه مسموح بيها ان هي ماينس 18، فالعامل هنا متعرض ليه ممكن التجمد. من ضمن برضو المخاطر الفيزيائيه الاضاءه. الإضاءة ممكن تكون من ضمن المخاطر الفيزيائية، إن أنا أكون محتاج شدة إضاءة معينة، وينص على الكلام ده في قانون العمل أو في تعليمات السلامة بتاعة قانون العمل، إن لازم يكون المكان ده مجهز بإضاءة لا تقل عن رقم مثلا 50 كاندل برفيت أو 50 شمعة على القدم المربع. طبعا من ضمن برضو المخاطر الفيزيائيه النويز الضجيج. طبعا برضو كل الكلام ده له ثريشولد ليفل منصوص عليه في قانون العمل، ان المفروض ان العامل لا يتعرض الى مستوى معين من الضجيج
لا يزيد عن كذا ديسيبل. ديسيبل دي اللي هي وحدة قياس شدة الصوت أو شدة الضوضاء، لأن الضوضاء قد تؤدي إلى التلوث السمعي وضعف واضمحلال القوى السمعية، وقد تصل لا قدر الله إلى الصمم، وأيضا لها تأثيرات على أعضاء معينة من الجسم، ممكن تصل إلى العقم، إنها تسبب عقم لو الضغير يوصل لحد معين، فهنا الضغير برضو مهم. أو الفايبريشن، الاهتزازات، لو أنا بشتغل بهاند هيل تول اللي هو الهزاز الميكانيكي اللي بيهدموا بيه الطريق أو الصخور أو ما شابه ذلك، هذه الاهتزازات ممكن تؤدي إلى مضار شديدة للجوينتس بتاعت الدراعات أو الرجلين، وممكن يبقى لها تأثير على صحة البني آدم. أيضا البريشر، الاير بريشر، ده من ضمن المخاطر، لو أنا بشتغل في تحت مستوى سطح البحر فبيبقى ضغط الجو هنا عالي جدا، ممكن يسبب لي مضار على الأذن أو على بعض أجزاء الجسم. أيضا الرطوبة، الرطوبة برضو من ضمن المخاطر الفيزيائية، لأن خدوا بالكم أن الرطوبة بتعمل حاجة غريبة جدا. عندنا دايما درجة الحرارة في الشمس غير درجة الحرارة في الظل، تلاقي في فرق ممكن يوصل مثلا لعشرين إلى 30 درجة ما بين درجة حرارة المباشرة في الشمس إلى درجة الحرارة في الظل، ده بفرض أن الجو مش رطب، نسبة الرطوبة مش مرتفعة. أما في البلدان اللي نسبة الرطوبة فيها مرتفعة، ودي تقريبا كل البلدان المطلة على البحار أو المحيطات زي ما في المملكة العربية السعودية كده، دمام، ها، تلاقي نسبة الرطوبة الحر عالي والرطوبة عالية. الرطوبة بتعمل إيه بقى؟ بتاخد درجة الحرارة بتاعة الشمس وتنقلها في الظل، كأنك وانت قاعد جوه بيتك، ها، وانت في أجمل مكان، لا، كأنك قاعد بالظبط في الشمس. الرطوبة بتعمل هوموجينيوس ميديم، وسط متجانس، بتاخد الحرارة من الشمس وتنقلها للظل، كما بقول لك بالظبط كأنك قاعد فين؟ في تحت الشمس. فهنا برضو الرطوبة من المخاطر الفيزيائية. التهوية وكمان الإشعاعات من المخاطر الفيزيائية، طبعا التعامل مع الأجسام المشعة أو مع الأشعة، الناس العمال أو اللي في المستشفيات اللي بياخدوا الأشعة للناس ده متعرض دائما، لأنه بيعمل مثلا 100 أو 200 إشعة في اليوم، جسمه يتشبع بهذه النوع من الإشعاعات، والإكس راي بتخترق العظام. طبعا المريض بيتعرض لإشعة واحدة، لكن الراجل اللي بيقوم بهذا الموضوع بيتعرض ل 100 أو 200 جرعة في اليوم، فبالتالي ممكن يحصل عليه تأثير سلبي. وعشان كده بنلاقي الراجل دايما اللي بياخد الأشعة يجيب المريض يحطه تحت الجهاز بتاع الأشعة ويخرج بعيد شوية وهو لابس مهمات وقاية ضد الإشعاعات، وياخد الأشعة، لأنه زي ما بنقول بيعمل العملية دي أو النفس النشاط ده مئات المرات في اليوم. النوع الثالث من المخاطر هي المخاطر الكيميائية، وطبعا أنا يعني هأجلها شوية، لأن المخاطر الكيميائية لوحديها دي يعني موال كبير قوي 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 قوي، وممكن نقعد نتكلم فيها لوحديها أكتر من 10 برامج على بعض يعني، فهنأجلها شوية. إنما النوع الثالث بيتكلم على التعامل مع المخاطر الكيميائية. النوع الرابع من المخاطر هي المخاطر البيولوجية، واللي العالم كله دلوقتي عايش أحد هذه المخاطر، وهي التعرض إلى الكائنات الحية الدقيقة، زي الفيروسات وزي الجراثيم وزي الميكروبات وزي الفطريات، اللي ممكن أخطر ما فيها أنها سريعة نقل العدوى من الفرد إلى الفرد، أو من إنسان للحيوان، أو من الحيوان للإنسان، من الطيور. وياما شفنا يعني أشهر حاجة فيروس الكورونا اللي احنا فيه ده، على فكرة الفيروس ده ما هوش أول نوع، ده الفيروس ده ظهر من ما يقرب من 20 سنة، لكن ده فيرجن 2020 أو فيرجن 2019، عشان كده بيسموه كوفيد 2019، لأنه مختلف عن الفيرجن اللي طلع في 2004 في الصين برضه. هذه بعض العاملين بيبقوا متعرضين لأنه يتعامل مع الفيروسات ومع الجراثيم ومع الميكروبات ومع الفطريات، اللي ممكن تسبب نقل العدوى من المرضى أو من الطعام
أو من المكان الملوث. يعني الخطورة الشديدة في فيروس كورونا إن مجرد تلامس المريض بسطح معين بينقل له هذا الفيروس، بيفضل عايش على هذا السطح لمدة تختلف من الأسطح المعدنية إلى الأسطح البلاستيكية إلى الأقمشة إلى ما شابه ذلك، يظل محتفظ بحيويته ونشاطه فترة من الزمن لو حصل تلامس مع هذا السطح. فعشان كده نلاقي إن ماكينات الـ ATM اللي هي بتاعت سحب الفلوس من البنوك أو الأسانسيرات أو ما شابه ذلك هي من ضمن الوسائل الشديدة اللي بتنقل العدوى بالفيروس كورونا. وقانا الله وإياكم شر، ويا رب كده يرفع عن الأمة الإسلامية وعن البشرية كلها هذه الغمة ويمتعنا جميعا بالصحة والعافية. النوع الخامس من المخاطر، الكاتيجوري الخامس، هو بيتكلم على أي حاجة بقى مش تحت الأربعة دول، مش تحت الأربعة اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، فبنسميها أخرى. ودي تشمل بقى الخبرة، يعني قلنا إن العامل اللي بيؤدي هذا النوع من النشاط ليس خبيراً، ليس لديه الخبرة، فهو مصدر من مصادر الخطر، أو الإهمال، أو الإيجينج، إنه التقادم في العمر فأصبح التركيز عنده مش جيد، الحالة الصحية أو النفسية، التعب، السن، الحريق، ها؟ كل دي مخاطر بنسميها مخاطر أخرى قد ينجم عنها حوادث. بعد ما وضحنا الأنواع الخمسة من المصادر، هنرجع نركز شوية في المخاطر الكيميائية، لأن المخاطر الكيميائية يمكن تقريبا بتمثل ما يقرب من 70% من المخاطر إجمالا. ليه بقى؟ أولا المخاطر الكيميائية ليها عدة أبعاد، المخاطر الكيميائية لوحدها ليها عدة أبعاد. أولا هي ليها نوعين من المضار، نوعين من المضار، في عندي مخاطر كيميائية صحية وفي عندي مخاطر كيميائية فيزيائية. يبقى عندي في المخاطر، مخاطر المواد الكيميائية، في عندي بعدين من المخاطر. البعد الأولاني المخاطر الكيميائية الصحية، ممكن تكون المادة الكيميائية آكلة، كاوية، حارقة، سامة، مسرطنة، مهيجة، تسبب الحساسية، مطفرة يعني تسبب تشوه في الأجنة، تمام؟ وممكن تكون مهلوسة تسبب الهلوسة أو عدم التحكم في الأعصاب. وطبعاً في أبحاث كتيرة وكلام كتير بيقال عن الكيماويات، وزي ما بنقول إن هي دي المخاطر الكيميائية الصحية. ممكن المادة الكيميائية تكون كاوية، آكلة، حارقة، سامة، مسرطنة، خانقة، مطفرة، محسسة، خانقة أو مهلوسة، تمام؟ يعني ليها، وممكن تكون مادة واحدة فيها كل هذه المخاطر، مادة واحدة فيها كل هذه المخاطر. وطبعا تختلف المخاطر في مواد شديدة السمومية، مجرد ان انت يعني حاجة جرعة مفيش، يعني زي السيانيدات والسيانورات، ممكن في لحظة تنهي حياة فيل مش حياة انسان، بالذات لو في التركيزات العالية بتاعتها. في مواد كيميائية زي ما قلنا، حمض الكبريتيك، آكلة، حارقة، سامة، مسرطنة، مهيجة، تمام؟ فإذا أول نوع من المخاطر أو أول بعد من أبعاد المخاطر الكيميائية المخاطر الكيميائية الصحية. في عند بعد تاني للمخاطر المواد الكيميائية، ألا هي إن هي المخاطر الكيميائية الفيزيائية، ودي بتشمل حاجتين أساسيتين. أولا مواد كيميائية متفجرة explosives زي النيتروجليسرين والنيتروسيلولوز والديناميت، هذه مواد كيميائية مجرد حكة بسيطة أو ما شابه ذلك تفجر المكان اللي احنا موجودين فيه كله.
النوع الثاني من المخاطر الكيميائية الفيزيائية المواد الكيميائية الملتهبة الفلامبل اند كومباستبل كيميكالز. هذه المواد الكيميائية قابلة وبشدة للاشتعال، وبيعرف المادة الكيميائية بقابليتها للاشتعال بحاجة اسمها الفلاش بوينت اللي هي نقطة الوميض، اللي هي درجة الحرارة اللي تبدأ هذه المادة تنتج أبخرة قابلة للاشتعال إذا صادفت لهبا. دي بنسميها الفلاش بوينت أو درجة الوميض. في عندنا بقى في الكيماويات بعض المواد الكيميائية اللي ممكن درجة الوميض بتاعتها يعني نقول إيه 67 فهرنهايت. 67 فهرنهايت، 67 فهرنهايت دي عارفين بنحول ازاي من فهرنهايت لسنتيجريد؟ 67 فهرنهايت عشان نحولها من فهرنهايت لسنتيجريد نطرح الاول 32 وبعدين نضربها في 5 على 9. فلو طرحنا كده 67 من 32 يطلع لي كام؟ 35. 35 في 5 على 9 وال 36 في 5 على 9 يعني 20 درجة مئوية. في بعض المواد الكيميائية تبدأ تطلع أبخرة عند درجة 20 مئوية. هذه الأبخرة لو صدفت لهب ممكن تحصل حريقة. طبعا 20 درجة مئوية دي حاجة لطيفة جدا، يعني احنا عندنا في مصر وعندكم في السعودية طبعا ساعات في شهور الصيف درجة الحرارة بتوصل ل50، مش كده ولا ايه؟ يعني المادة الكيميائية دي لو لم تكون محتفظ بها في الطريقة المثلى ده ممكن تعمل لي مشاكل جامة. فما بالكم بقى لو اكتشفنا ان في بعض المواد الكيميائية درجة الفلاش بوينت بتاعتها منخفضة عن كده. فهذه المواد الكيميائية في طريقة الهاندلنج بتاعها، في طريقة التخزين، وفي طريقة التجزيء، وفي طريقة النقل، وفي طريقة التداول محتاجة أقصى درجات من التعامل الآمن، وإلا هنجابه بحرائق يعني ما يعني ربنا يحفظنا منها. فإذا أول بعد للمخاطر الكيميائية إن المواد الكيميائية ذات نفسها عندها بعدين في المخاطر. مخاطر كيميائية صحية، أكلة كوية حارقة سامة مسرطنة مهيجة خانقة مهلوسة مطفرة. وكمان عندي بعد تاني إن المواد الكيميائية ممكن تكون ملتهبة شديدة الاشتعال، أو تكون مواد كيميائية متفجرة. لو في معانا طبعا من الحاضرين سيدات بيوت، الزيوت المعدنية دي في المطابخ دي ممكن تبقى كارثة، تسبب حرائق شديدة وقانا الله وإياكم هذه الحوادث. طيب البعد الثاني أو الكيماويات وإحنا بنتكلم على المخاطر بتاعتها، الكيماويات ممكن الكيماويات زي ما قلنا ممكن كل سنة أولا عدد الكيماويات اللي موجودة في الطبيعة عدد يقدر بالمليارات، عدد يقدر بالمليارات اللي احنا نعرفه منها عدة ملايين فقط. علشان أدلل لكم على ضخامة عدد المواد الكيميائية الموجودة في الطبيعة أقول لكم أن اللغة العربية مثلا فيها 28 حرف. نتيجة التفاعل ما بين ال 28 حرف دول طلع لي القاموس المحيط أو مختار القاموس أو المصباح المنير اللي هو المعجم. شوفوا المعجم فيه كم كلمة؟ في عدة ملايين من الكلمات. فما بالكم بقى الطبيعة اللي فيها ما يقرب من 120 عنصر. تخيلوا لما ال 120 عنصر دول يتفاعلوا مع بعض يطلع قد إيه بقى؟ يطلع مليارات من المركبات الكيميائية. اللي احنا البشر يعرفوه من هذه المليارات هو بضعة ملايين فقط، يمكن ما وصلوش لمليون مركب كيميائي. كويس، من هذه الملايين اللي احنا نعرفها نحن على يقين ان هناك مواد كيميائية خطرة نتيجة للإثباتات المعملية والعلوم النظرية. عرفنا ان هناك عدة آلاف من المركبات الكيميائية خطرة وحددناها.
ها الاوشا كده عندها دليل للمواد الكيميائيه الخطره، مصنفه هذه المواد الكيميائيه الخطره. ده اللي احنا نعرفه، ده اللي احنا نعرفه من المواد الكيميائيه الخطره، تمام. لكن هناك الكثير جدا 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 ها اللي احنا ما نعرفوش. وهناك قاعده في الاوشا في مواصفات الاوشا بتقول نو سيف كيميكال، اوعى تتعامل مع اي ماده كيميائيه على انها سيف الى ان يثبت العكس، الى ان يثبت العكس. يبقى هنا بنقول القاعده اوعى تتعامل مع اي ماده كيميائيه على انها ماده امنه لغايه لما يتحقق ذلك. انما اذا ما انتش عارف افترض ان فيها كل الايه المخاطر، تمام. البعد الثالث، حتى المواد الكيميائيه اللي احنا كنا عارفين النهارده انها مواد كيميائيه امنه نكتشف غدا انها ليست كذلك. الدليل على كده كان في ماده شهيره جدا اسمها الاسبستوس، ماده اسمها الاسبستوس، قلنا في العالم كله وفي بلادنا العربيه لغايه وقت قريب يعني مثلا 20 سنه ولا حاجه بنصنع منها مواسير مياه الشرب. ثم ثبت ان هذه الماده مسرطنه، او ان غبار هذه الماده مسرطن، تمام. فما كنا نظنه امس امنا نكتشف كل يوم انه ليس كذلك. التدخين كان في منتصف القرن الماضي علامه على الرفاهيه والناس اللي يعني اللي مستواها المعيشي عالي، لكن منذ اكثر من 50 سنه واكتشف ان التدخين سم قاتل، واجبرت كل شركات انتاج السجائر على انها تكتب على نص حجم العلبه كده التدخين قاتل او التدخين خطر قاتل بفونت عالي وكبير، تمام. لانه مع التقاء عود الثقاب مع التبغ يتولد 4000 مركب كيميائي خطير، ابسطهم اول وثاني اكسيد الكربون اللي لوحديهم لهم مضار فظيعه. يبقى اذا ما كنا نظنه اليوم امنا نكتشف غدا انه ليس كذلك. يبقى انا في عندي عدد كبير جدا من الكيماويات، القليل منه اللي اعرفه واعرف مضره، والباقي فاكره ان هو امن. واجي بكره اكتشف ان اللي انا كنت فاكره امن ده مع التقدم العلمي انه ليس كذلك، ليس امنا. فما بالك بقى باللي ما نعرفوش، اللي ممكن نتعرض له واحنا ما نعرفوش. يبقى بالتالي المخاطر المواد الكيميائيه كل سنه يدخل في سوق المواد الكيميائيه ما يقرب من 10,000 مركب كيميائي جديد، منها ما هو آمن أو منها ما نظن أنه آمن وقد نكتشف غدا أنه ليس كذلك، ومنها ما هو محدد خطورته وموصفة فيما يسمى الماتيريال سيفتي داتا شيت أو بطاقة الأمان للمواد الكيميائية. ثالثا، المواد الكيميائية تدخل الجسم عن عدة طرق. المواد الكيميائية تدخل إلى جسم الإنسان عن عدة طرق، تدخل عن طريق التلامس، عن طريق الجلد، تدخل عن طريق الاستنشاق الشم، ودي اوسع الطرق انتشارا لاضرار المواد الكيميائيه. تدخل الجسم عن طريق البلع، من طريق الخطا، ها تدخل الجسم عن طريق البنتريشن او الاختراق، ودي اخطر انواع طرق دخول المواد الكيميائيه الى الجسم، لانها بتخش مباشره في الجهاز الدوري مع الدم، ومنها إلى القلب، ومنه إلى باقي أعضاء الجسم. يبقى إذن المواد الكيميائية مش بتخش الجسم عن طريق واحد، لا، ده عندها 4-5 طرق ممكن تدخل وتتسرب إلى داخل الجسم عن طريق كل هذه المسالك المختلفة، اللي زي ما قلنا أخطرها الاستنشاق والتلامس. وزي ما احنا شوفنا إن المواد الكيميائية زي ما قلنا ليها مخاطر صحية ومخاطر فيزيائية. البعد الرابع في مخاطر المواد الكيميائية ان كل، سبحان الله، سبحان الخالق، كل مادة كيميائية ضارة ليها شفرة كده مع احد اعضاء الجسم. يعني في مواد كيميائية تؤثر مباشرة على الكلى، مواد كيميائية اخرى تسيطر وتتجه الى الاعصاب،
مواد كيميائية ثالثة تتجه إلى القلب، إلى الكبد، إلى ما شابه ذلك. يبقى هنا سبحان الخالق في كل مادة كيميائية فيها شفرة كده رايحة على عضو أو أحد أعضاء الجسم علشان تتعامل معاه، وللأسف إن هي تدمر. تمام؟ يبقى المواد الكيميائية زي ما قلنا ليها عدة أبعاد وليها عدة مخاطر، وزي ما قلنا ليها أكثر من طريق تدخل به الجسم، عن طريق الجلد، التلامس، عن طريق الاستنشاق، الجهاز التنفسي، عن طريق البلع، الجهاز الهضمي، أو عن طريق البنتريشن، الاختراع، عن طريق الجهاز الدوري. ودي بتبقى أسرع الطرق للمواد الكيميائية للتأثير السلبي على الجسم. يبقى احنا هنا اول كلمه، ما عشان نرجع تاني كده، احنا قلنا اول حاجه عندنا بنعمل ريسك ايدنتيفيكيشن او هازارد ايدنتيفيكيشن، بنميز المخاطر اللي مصاحبه للمواد، وعرفنا عندنا او النشاط ان احنا عندنا خمس انواع من المخاطر: مخاطر هندسيه، مخاطر فيزيائيه، مخاطر كيميائيه، مخاطر بيولوجيه، ثم لو لم تكن أي نوع من الأربعة دول فبنسميها المخاطر المتنوعة. بعد كده هنخش على المحور الثاني اللي المواصفة بتركز عليه، ألا وهو الريسك أسسمنت أو تقييم شدة المخاطر. وتقييم شدة المخاطر بيكون عن طريق إن أنا بحسب حاجة اسمها الريسك فاكتور أو معامل الخطورة، معامل الخطورة. والريسك فاكتور بيتحدد بناء على رقمين، بناء على رقمين. الرقم الأولاني بنسميه probability of occurrence أو احتمالية حدوث الخطر، ودي بنقسمها إلى مستويات، بنقسمها إلى مستويات. ممكن نقول عندي هحط أنا كمؤسسة أو كشركة احتمالات إن هذا الخطر يحدث، ثلاث احتمالات: ضعيف ومتوسط وعالي. واقول ضعيف ده معناه انه ممكن يحصل كل سنه، متوسط يحصل كل ست شهور مثلا او كل شهر، عالي ان هو يحصل كل اسبوع او كل يوم. تمام؟ يبقى اول بعد بنقول ايه احتماليه الحدوث، ودي بنسميها ممكن نخليهم خمس مستويات، ممكن نخليهم عشر مستويات، بس المهم ابقى عندي كلير ديفينيشن، تعريف واضح، يعني ايه ضعيف، يعني ايه متوسط، يعني ايه عالي، يعني ايه مؤكد، يعني ايه كل مستوى من مستويات الاحتماليه الحدوث. تاني بعد وانا بحسب الريسك فاكتور او معامل الخطوره هو السيفيريتي اوف اوكيرنس او العواقب المترتبه او شده تاثير هذا الخطر اذا حصل. طيب علشان نفكر كده مع بعضينا، ناخد مثال يوضح لنا الكلام ده. احنا قلنا دلوقتي واحنا بنعمل شده المخاطر او بنعمل الريسك اسسمنت، تقييم المخاطر، بشوف probability of occurrence والسيفيريتي of occurrence. تمام؟ احتماليه حدوث الخطر شكلها ايه، وشده تاثير حدوث هذا الخطر شكله ايه. تمام؟ ف علشان نوضح ونقرب المثال للأزهار، أقول لما إحنا مصنع بتروكيماويات، مصنع بتروكيماويات، ما هو احتمال حدوث الخطر في مصنع للبتروكيماويات؟ هل هو بسيط ولا متوسط ولا عالي؟ بالتأكيد عالي، مش كده ولا إيه؟ عالي جدا. ليه؟ لان انا بتعامل مع مواد شديده القابليه للايه، للاشتعال، مش كده ولا ايه؟ صح. يبقى احتمال حدوث حريق في مصنع مواد بتروليه او بتروكيماويات او غازات زي البوتاجاز او ما شابه ذلك، احتمال حدوث الحريق عندي احتمال عالي جدا، مش كده ولا ايه؟ تمام. طيب العواقب المترتبة على حدوث هذا الخطر اللي هو الحريق، هل هي بسيطة ولا متوسطة ولا عالية؟ وكلمة بسيطة يعني زي ما قلنا لو حصل حريقة، هل
فقد للأعضاء، هل هيبقى في عجز كلي، عجز جزئي، إصابات شديدة، مش كده ولا إيه؟ هنا ده بنسميها إيه؟ المستويات العواقب أو مستويات الخطورة. بالتأكيد طبعًا في مصنع زي مصنع المواد البترولية، إذا حصلت الحريقة فالعواقب المترتبة على هذه الحريقة عواقب ضخمة جدًا، مش كده ولا إيه؟ يبقى إذًا الاحتمال حدوث الحريق أو احتمال حدوث الخطر عالي جدًا، وكمان العواقب المترتبة عليه عالية جدًا. يبقى هنا الريسك فاكتور الرقم ده هيطلع لي عالي، هيطلع لي كبير، مش كده ولا إيه؟ صح؟ طيب ننتقل إلى مصنع تاني، وليكن مثلًا مصنع بتاع آيس كريم أو تلج. مصنع بتاع تلج أو آيس كريم أو ما شابه ذلك. احتمال حدوث الحريق فيه شكله إيه؟ هل هو عالي ولا متوسط ولا منخفض؟ طبعًا بالتأكيد هو بقى منخفض. ليه؟ لأنه قاصر فقط على حدوث شرز كهربي أو ماس كهربائي، مش كده ولا إيه؟ صح؟ فاحتمال حدوث الحريق في مصنع للآيس كريم هو احتمال قليل أو منخفض، مش كده؟ طب شدة تأثيره إيه برضو؟ بالكثير هتبقى متوسطة في جو لا يسمح بانتشار الحريق، ومن السهل التعامل مع هذا النوع من المخاطر. يبقى هنا الحريق هو واحد بس، في مصنع البتروكيماويات الريسك فاكتور عالي جدا، انما في مصنع الايس كريم او مصنع التلج فهو الريسك فاكتور هنا اقل بكثير من الريسك فاكتور. يبقى احنا هنا ده يبقى منظر شكل الريسك ماتريكس بتاعي، ان انا هقول في عندي خمس مستويات في الخطوره وخمس مستويات في الاحتمالية، وميزنا كل مستوى بلو لو لو أو هاي أو واحد واثنين وثلاثة، ونتج عن كده بقى إيه؟ إن إحنا عندنا المنطقة اللي هنا اللي في أقصى الركن الأيمن العلوي هي منطقة شديدة الخطورة، هنا هاي ريسك، هنا هاي ريسك. المنطقة السفلى إلى اليسار، الركن الأسفل وإلى اليسار، هذه المنطقة منطقة فيها الريسك منخفض. أما المنطقة اللي في الوسط المميزة بحرف الام فهي ميديوم ريسك. يبقى أنا عندي نتيجة للريسك ايفالويشن أو الريسك اسسمنت، إن أنا حسبت معامل الخطورة واكتشفنا إن لو كان احتمالية الحدوث عالية وشدة التأثير عالية فأنا في الحالة دي in a high risk، زي ما ادينا مثال كده في مصنع البتروكيماويات، الحريق لو حصل احتمال حدوثه عالي وشدة تأثيره عالية، فحصل ضرب الاثنين في بعض رقمين كبار في بعض يطلع لي رقم كبير، مش كده؟ يعني لو افترضنا ان الماتريكس ده زي ما احنا شايفين كده متدرج 1 2 3 4 5 وهنا 1 2 3 4 5، مش كده ولا ايه؟ يبقى عندي المربع اللي في أقصى الركن الأيمن العلوي هيبقى 25، مش كده؟ 5 في 5، المربع ده 20، المربع ده 15، المربع ده 10، مش كده ولا إيه؟ المربع ده هيبقى 3 في 2 يبقى 6، تمام؟ المربع ده هيبقى 3 في 4 12، مش كده ولا إيه؟ هنا المربع ده 5. يبقى اذا هنا وانا بعمل الريسك ايفالويشن بتاعي او بعمل الريسك اسسمنت بتاعي بحسب احتماليه حدوث الخطر وبحسب كمان شده تاثير هذا الخطر، ولما اضرب الاثنين في بعض يطلع لي معامل الخطوره بتاعتي. اعمل كده في المصنع بتاعي في كل مناحي المصنع، واحدد واسمي كل خطر انا شفته وميزته وصنفته، ده خطر كيميائي، خطر بيولوجي، خطر هندسي، وأحسب له معامل الخطورة بتاعي، بحيث أن أنا بقيت عارف من هذه الدراسة أنواع المخاطر العالية اللي نديها اللون الأحمر، ها، وأنواع المخاطر المتوسطة اللي ممكن نديها اللون البنفسجي أو البني، وأنواع المخاطر البسيطة اللي ممكن نديها اللون الأبيض أو الأخضر، اللي هي ممكن تكون نوع من أنواع المخاطر اللي سهل أو من الطبيعي إن أنا أتعامل معاها على وجه التحديد.
فهنا بيبقى عندي في عملية الريسك اسسمنت او في الريسك ايفالويشن انا بحسب الريسك فاكتور لكل نوع من المخاطر انا ميزته. يبقى ما ننساش، هنرجع تاني كده للشريحة دي، احنا هنا بنعمل ايه؟ بنعمل الاول هازارد ايدنتيفيكيشن، تمام، بنميز المخاطر، وبعدين بعد كده بنعمل ريسك اناليسيس. والريسك اناليسيس معناه ان احنا بنعمل الريسك استيميشن او الريسك كلاسيفيكيشن، بنقسم بنميز المخاطر، وبعدين بنعمل الريسك ايفالويشن، يعني بنحسب الريسك فاكتور من خلال ضرب احتماليه حدوث الخطر في شده تاثيره. تمام، يطلع عند الماتريكس اللي احنا شايفينه ده، ها، اللي مش المفروض ان ده هعمل كده لكل خطر، او من خلال هذا الماتريكس هخرج ب ان انا عندي 10 مخاطر في الشركه احتماليه حدوثهم او شد او معامل الخطوره فيهم عالي جدا، وعندي 30 او 40 او 50 نوع من المخاطر معامل الخطوره بتاعتهم متوسط او في المنطقه البني او البنفسجي، وفي عندي 200 300 نوع من المخاطر، ها، معامل الخطوره بتاعتهم في المنطقه الخضراء او البيضاء اللي معامل الخطوره بتاعتهم رقم منخفض. طب يا ترى وانا بعمل الكلام ده ليه؟ حبا في الرياضه يعني ولا ايه؟ انا بعمل الكلام ده عشان اروح للخطوه الاخيره اللي اسمها الريسك كنترول او الريسك مانجمنت. الريسك كنترول او الريسك مانجمنت ازاي بقى هدير او هتعامل مع هذه المخاطر اللي انا ميزتها؟ يبقى انا خرجت في الخطوه اللي فاتت، مش عايزين ننسى، خرجت بان انا ميزت وحددت كل المخاطر عندي في المصنع او في المؤسسه بتاعتي. تمام؟ ميزت وحددت كل المخاطر عندي في المؤسسه بتاعتي. اوكي؟ وبعدين حسبت الريسك فاكتور لكل ايه؟ لكل حاجة من هذه المخاطر، بحيث ان انا حسبت الريسك فاكتور قد ايه في كل حالة، وخرجت من هذه الحسابات بان انا عندي في مخاطر في المنطقة الحمراء، مخاطر في المنطقة البنفسجي او الزرقاء او البني، وفي عندي مخاطر في المنطقة البيضاء او الخضراء. تمام؟ بحيث ان انا لابد هتعامل مع كل نوع من المخاطر بطريقة مختلفة عن الباقيين، مش كده؟ لازم ان انا يبقى كل اولوياتي تروح فين؟ تروح على المخاطر اللي في المنطقة الحمراء، هي دي تبقى الأولوية. كلهم طبعا هنتعامل معاهم، كلهم هنتعامل معاهم بنفس الايه؟ الجدية، لكن لابد ان انا في بعض الانواع من المخاطر اللي في المنطقة الحمراء مش هتبقى زي المخاطر اللي في المنطقة الخضراء او البيضاء، مش كده ولا ايه؟ وهنا بروح لحاجه اسمها الهيراركي اوف كاونتر ميجرز، او هرم التعامل مع المخاطر، ولازم ابدا من فوق لتحت. الهرم ده فيه 6 مستويات، الهرم ده بتاع التعامل مع المخاطر فيه 6 مستويات. المستوى الاعلى اسمه الاليمينيشن، ازاله الخطر، إزالة الإيه؟ الخطر. المستوى الثاني من التعامل مع المخاطر أو من إدارة المخاطر اسمه السبستيتيوشن أو التعويض. المستوى الثالث اسمه الأيزوليشن، العزل. المستوى الرابع اسمه الإنجينيرينج كنترول، التحكم الهندسي. المستوى الخامس اسمه الأدمنستريشن كنترول، التحكم الإداري. المستوى الأخير اسمه البي بي إيز أو personal protective equipments. personal protective equipments. تمام؟ عايزين نفهم ايه المقصود برضو بكل مستوى من هذه المستويات. المستوى الاولاني اسمه الاليمينيشن. الاليمينيشن يعني الايه؟ يعني الازاله. وكلمه الازاله او الاليمينيشن ليها على الواقع التطبيقي بعدين. البعد الاولاني زي ما احنا شايفين كده في الرسم الكاريكاتوري، ان انا اتخلص من الخطر لو اقدر اتخلص من الخطر او اقدر عن كده، او ان انا الغي النشاط كله، ما اعملش النشاط ده،
ألغي النشاط؟ يعني أقفل؟ يعني أقول لك علشان أقرب لك الموضوع ده للأذهان، إن أوروبا قررت إن في نهاية السنة دي، في نهاية 2020، مفيش صناعات أسمدة أو أسمنت أو سيراميك هتبقى جوه دول الاتحاد الأوروبي خالص. ليه بقى؟ هو من وجهة نظره إن هذه الصناعات تهدد الصحة، مش المهنية بس، تهدد الصحة عموما، تزود من التلوث بدرجة رهيبة. فقال لك على إيه؟ إحنا نتخلص من هذه الصناعات، ها، ونكتفي إن إحنا نستورد هذه المنتجات جاهزة من الدول المنتجة في دول العالم الثالث. يصدر هذه الصناعة لإيه؟ لدول العالم الثالث، ها، يبعت لهم حتى المصانع والعمالة الفنية و و و و والخبرات الفنية عشان يساعدهم إن هم يصنعوا هذا المنتج عنده بكل الأذى بتاعه، ويأخذ هو المنتج النهائي خالي من التأثيرات السلبية على صحة المواطنين أو العاملين الأوروبيين. نفس الحكاية فنلندا والسويد وألمانيا، من حوالي أسبوعين كده انتهى استخدامهم للفحم تماما في المصانع بتاعتهم، تمام؟ آخر حاجة، آخر مصانع كانت بتشتغل بالفحم قفلت خلاص، وتحولوا إلى الوقود الغاز الطبيعي أو البترول. وفي سبيلهم دلوقتي إن هم يعوضوا الكلام ده بالـ Renewable Resources of Energy، اللي هي طاقة الرياح أو طاقة الطاقة الشمسية أو ما شابه ذلك. فهنا معنى الإزالة إن أنا أتخلص من الخطر، ها، تماما، يا إما إذا كنت أقدر أشيله تماما، ها، أتعامل بطريقة تانية، أو إن أنا أتخلص من النشاط بالكامل، إن أنا ما أعملوش وأخد المنتج النهائي بدون المخاطر المصاحبة لهذا النشاط. ده معنى كلمة الإليمينيشن. السلمة الثانية أو المستوى الثاني في هرم الإجراءات الوقائية للتعامل مع المخاطر اسمه السبستيتيوشن، وأبرز مثال لده اللي هو شركات التأمين، إن أنا أنقل الخطر لجهة أخرى تتحمل هذا النوع من المخاطر. معظم شركات المواد البترولية بتلجأ إلى شركات متخصصة في الحريق، إلى شركات متخصصة في مكافحة الحريق، لأن هي أدركت إنها بالعمالة بتاعتها لن تستطيع إن هي تجابه حريق زي حريق يحصل في منشأة بترولية أو منشأة للصناعات البتروكيماويات. فبالتالي بتجيب شركة متخصصة في مكافحة الحريق قاعدة موجودة مقيمة جوه الشركة 24 ساعة في اليوم، أكلين شربين نايمين واخدين كونتراكت قد كده، علشان لما احتمال انه يحصل حريقة في المكان ده، هذه الشركات هي اللي تقوم بالمكافحة، ومربوطة بشرط جزائي انها تتحمل كل الخسائر والأضرار اللي ممكن تنجم عن هذا الحريق. يبقى هنا ده بنسميه السبستيتيوشن، ان انا نقلت الخطر الى حد تاني متخصص. صحيح ده كلفني كتير، لكنه حماني وحمى صحة وحياة العاملين عندي من المخاطر الأخرى. والشركات الأخرى دي بتتشدد في إنها تمنع أو تقفل على المخاطر، وبتبقى متخصصة فقط في إنها ضمان التشغيل الآمن، بحيث تقلل من تأثيرات أو من معدل أو من الـ probability of occurrence دي الخطر، وبالتالي السيفيريتي اوف كيرنس، يعني بنقلل الايه الريسك فاكتور هنا، تمام. ممكن التعويض كمان في الـ على المستوى الواقعي يكون معناه ان انا استخدم البدائل. يعني لو في عندي ماده كيميائيه تؤدي نفس الغرض بتاع الماده الاصليه لكنها اقل في الاضرار، ها، يبقى ممكن هنا اعوض اخد الماده الكيميائيه الاقل ضرر في استخدامها. لكن طبعا هنا بتلاقي دايما تحصل خناقة ما بين الناس بتوع الجودة والناس بتوع السيفتي، لأن الناس بتوع الجودة محتاجين المادة الكيميائية
اللي هي اشد ضررا، ملوش دعوه بالسلامه والصحه المهنيه، لكن الناس بتوع السلامه والصحه المهنيه عايزين المواد الماده الكيميائيه الاقل ضررا التي تحافظ على سلامه العاملين. المستوى الثالث في مستويات التحكم من المخاطر هو الايزوليشن او العزل. الايزوليشن او العزل اللي هو عزل مكان الخطر، زي ما احنا شايفين في الرسم الكاريكاتيري كده، حطيته في ايه؟ في قفص، مش كده ولا ايه؟ ابرز مثال تطبيقي على هذا الموضوع التعامل مع المواد المشعه او مع اجهزه الاشعه. دايما كده تلاقي المواد المشعه ها لازم تحفظ الاول في خزنه، الاول هذه الخزنه معمول لها عزل من في الخزنه مصنعه من جدران سميكه من الرصاص تمنع اختراق الاجسام ليها، ثم طبقه اخرى من العزل من الكونكريت، ثم طبقه ثالثه من العزل من الرصاص بحيث ان تمنع الاختراق جسيمات الفا وبيتا واشعه جاما من انها تخترق الاجسام البشريه وتؤدي الى الاصابه بالاشعاعات، زي ما شفنا احنا اليابان لما اتضرب عليها قنبله نوويه او قنبلتين نوويتين في الحرب العالميه الثانيه، ما زالوا حتى اليوم يعانوا من تاثير النشاط الاشعاعي على الاجنه وعلى تشوهات الاجنه. فالعزل ده معناه ان انا بحط مجموعه من الحواكم او الكنترولز التي تمنع وتضمن عدم انتشار الضرر او الماده الخطره. المستوى الرابع من مستويات التحكم في المخاطر اسمها الانجينيرنج كنترول، اللي هي التحكم الهندسي. وابرز مثال تطبيقي لموضوع التحكم الهندسي هو الفاير الارم سيستم او الفاير فايتنج سيستم، نظام الانذار الالي للحريق ونظام الاطفاء الالي للحريق. ده احنا هنا استخدمنا احدث ما في التكنولوجيا علشان نتعامل مع خطر الحريق. تلاقي كده في تقريبا في كل الاماكن، سواء فنادق، مدارس، في حتى مؤسساتنا، من احد الاساسيات في البناء دلوقتي يبقى في السموك ديتكتور متركب في السقف كده، مش كده ولا ايه؟ ها، علشان اول ما السموك ديتكتور ده الحساس بتاع الدخان ده يحس ان في نسبه من الدخان يدي اشاره الى نظام الانذار، يطلق سرينه ان خدوا بالكم في احتمال حدوث حريق او في دخان موجود في مكان ما، وبعد فتره معينه يبدا يطلق من اطلاق الفاير الارم سيستم ده الى اشاره الى الفاير فايتنج سيستم اللي هو نظام الاطفاء الالي للحرائق، بحيث ان هو يعمل انهبيشن للمكان اللي فيه تصاعد للدخان، بانه بيفضي انبوبه غاز خامل ممكن لو في حريقه في هذا المكان تطفيه تماما. برضو من امثله التطبيقيه للتحكم الهندسي انك تستخدم في بعض المصانع مصادر او مكونات كهربيه ولمبات كهربيه ومواتير كهربيه غير قابله للانفجار، بالذات اذا كان بعمل في مكان في احتمال حدوث انفجارات عاليه، فعلشان احجم منها لازم استخدم مكونات مقاومه للانفجار. يبقى في عندي دلوقتي اربع مستويات: الازاله، وبعدين التعويض، وبعدين الايزوليشن او العزل، ثم الانجينيرنج كنترول. المستوى الخامس من مستويات اداره المخاطر بنسميه الادمنستريشن كنترول او التحكم الاداري. ومعنى التحكم الاداري اللي هو متمثل، المعنى التطبيقي له متمثل في التدريب، تدريب العاملين على الاداء الامن، الروتيشن او ان انا اعمل دوران للعماله، ما سيبش عاملين محددين متعرضين لمستويات عاليه من المخاطر فتره طويله من الزمن، كان ان انا في عندي مثلا ان عامل بيشتغل في جنب معده بتصدر ضوضاء بمستوى عالي، الاوشا نصت على ان مستوى العمل الامن في مستوى ضوضاء 90 ديسيبل ها هو 8 ساعات، ودلوقتي بيخفضوها الى 85 ديسيبل، تمام؟
ان المسموح ان العامل يكون موجود في هذا المستوى من الضوضاء هو 8 ساعات فقط. اذا كان هيستلزم انه يبقى في مدة اكتر لابد ان انا ازوده بمهمات وقاية شخصية او ان انا اعمل روتيشن للعاملين. يبقى التحكم الاداري معناه التدريب، معناه تعليمات الاداء الامن تبقى قدام العامل، معناه الروتيشن ان احنا نبدل العماله ولا نسمح للعامل بالتعرض لمستويات اعلى من المنصوص عليها في القانون، ها اكثر من المده المنصوص عليها في القانون، وبعد ذلك يتم استبدال العاملين. طبعا برضو العاملين في درجات حراره عاليه نفس الحكايه، لا يسمح ان عامل يفضل يشتغل في درجه حراره اعلى من المنصوص عليها في القانون. المستوى الأخير من مستويات إدارة المخاطر هو استخدام الـ PPEs أو الـ Personal Protective Equipments اللي هي مهمات الوقاية الشخصية. ومهمات الوقاية الشخصية كل عضو في جسم الإنسان له مهمة وقاية شخصية، كل عضو في جسم الإنسان له مهمة وقاية شخصية تبدأ من الرأس، ليها الهلمت أو الخوذة، وطبعا الخوذة بتاعت عامل البناء غير الخوذة بتاعت الراجل اللي بيشتغل في التوصيلات الكهربية، غير الخوذة بتاعت الراجل اللي بيشتغل في المطافي. عندي مئات الأنواع من الخوذ أو الهلمتس اللي هي تناسب النشاط اللي بيقوم به. بعد كده في عندي العينين ليها السيفتي جوجلز، تمام، النظارات وقاية العيون، وطبعا بتفرق برضو نظارات وقايه العيون من الراجل اللي بيشتغل في المعامل مع الكيماويات عن الراجل اللي بيشتغل في اللحامات الكهربيه الى ما شابه ذلك. بعد كده الاذن ليها مهمه وقايه شخصيه اللي بنسميها الاير مافس او الاير بلجز اللي هي السماعات او سدادات الاذن، ودي بنلاقيها مهمه جدا للناس اللي بيشتغلوا في اماكن فيها ضوضاء عاليه زي الناس اللي بتشتغل في تحميل الطائرات او في جنب الكمبرسرات اللي بتصدر ضوضاء عاليه. بعد كده الانف ليها الريسبيراتوري سيستم او جهاز التنفس الصناعي، ودي بنحتاجها جدا في الناس اللي بتشتغل تحت البحر او في الكونفايند سبيسز الاماكن المغلقه، بتستخدم في لحام مواسير اعزكم الله الصرف او المياه الكبيره الضخمه او في انابيب البترول او في محطات البنزين في الكونتينرز المخازن بتاعه البنزين. مهمه جدا ان انا بستخدم ريسبيراتوري سيستم علشان التنفس تمد العامل بالاكسجين وهو في مكان معزول عن الاكسجين. بعد كده اشهر بقى حاجه في مهمات الوقايه الشخصيه اللي ممكن يقوم بها عليها حرب عالميه اليومين دول اللي هي الماسكس، اللي هي الكمامات. وطبعا زي ما انتم شايفين ممكن في طيارات بتتخطف دلوقتي علشان حمله ماسكات ما بين دول ودول، لان بقت صيحه العصر ان احنا كلنا لازم هيبقى الزي الرسمي دلوقتي الجلباب معاه الماسك بتاعه معاه الدشداشه والعقال ومعاه الماسك، وعندنا برضو البدله والقميص يبقى نازل معاه الايه الماسك بتاعه. يعني واضح ان عالم ما بعد الكورونا هيكون مختلف عن عالم ما قبل الكورونا، ان الماسكات هتبقى حاجه. وطبعا الماسكات فيها بالنسبه للعمل انواع كثيره جدا على حسب المسام بتاعتها شكلها ايه. يعني من رحمه ربنا بينا في هذا الوباء اللي احنا فيه ان الفيروس ده حجمه كبير، فبالتالي مش محتاج ماسك يكون المسام بتاعته تكون دقيقه جدا، لا ممكن اي ماسك معين هيمنع دخوله الى الجهاز التنفسي. لكن ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رساله بيحذرنا علشان خاطر ان احنا ممكن يبقى في فيروس ادق في الحجم وتبقى مشكله ان احنا مش لاقيين له ماسك، حتى مش هيبقى الماسكات اللي متوفره اليومين دول مؤثرة فيه بشدة. يبقى دول الست مستويات اللي انا بس. بعد كده طبعا بعد الماسك في عندي بقى الجلافز، مش كده ولا ايه، الايدين اللي هي القفازات، وفي عندي السيفتي اوبرون المريالة
او السيفتي كوت والسيفتي شوز. زي ما قلنا كده كل عضو في الجسم ها له مهمه وقايه شخصيه. ممكن الانسان بيمارس مهنه معينه يكون لابس كل هذه المهام او يستلزم التشغيل الامن ليه انه يلبس كل هذه المهمات الوقايه الشخصيه بدءا من الخوذه وانتهاءا بالسيفتي شوز. تمام، هم دول الست مستويات اللي مستخدمين في اداره المخاطر او في التعامل مع المخاطر طبقا طبعا للمستويات اللي احنا حددناها. المناطق اللي في المنطقه الحمراء او المخاطر اللي في المنطقه الحمراء لازم بنبدا من فوق، بنبدا من الازاله، مش كده ولا ايه؟ ازاله او تعويض وعزل. يعني ممكن استخدم عده مستويات من هذه المستويات السته في مكافحه او في اداره المخاطر بتاعتي علشان تنتقل من المنطقه الحمراء الى المنطقه الخضراء او البيضاء علشان العامل يبقى عندي في اعلى مستوى من مستويات الامان. يبقى اذا انا عندي نرجع تاني للشريحه الرئيسيه بتاعتنا ديت، ها ان انا عندي في ريسك او هازارد ايدنتيفيكيشن، في ريسك اناليسيس، في ريسك ايفالويشن، اند في ريسك تريتمنت او ريسك مانجمنت. احنا عرفنا دلوقتي ايه المقصود بكل حاجه من ديت ايه. بعد كده هننتقل، احنا كده غطينا اول كلمتين محوريتين عندنا اللي هم كلمه الاوكيبيشنال سيفتي والاوكيبيشنال هيلث وازاي بنتعامل معاهم. ارجو طبعا اي حد له سؤال انه يسجله قدامه دلوقتي، وهنخلي اخر ربع ساعه في المحاضره لاستقبال الاسئله من حضراتكم. هنيجي نخش بعد كده على الكلمه الثانيه اللي هي كلمه المانجمنت. عنوان المحاضرة بتاعتنا Occupational Safety and Health Management. ما هو المقصود بكلمة المانجمنت؟ ما هو المعنى التطبيقي المقصود من وراء كلمة المانجمنت؟ لو جينا اتكلمنا على كلمة المانجمنت نعرف أو باختصارا كده إن معناها هي فن استغلال الموارد. المانجمنت في ثلاث كلمات هي فن استغلال الموارد. يعني المدير الكويس الشاطر ايا كان بقى، مدير جوده، مدير سلامه وصحه مهنيه، مدير تخطيط، مدير انتاج، مدير تدريب، اهم حاجه عنده علشان يبقى المدير ده مدير ناجح انه يعرف يستغل الامكانيات المتاحه ليه استغلالا امثلا. هذا هو المعنى الحقيقي التطبيقي لكلمه المانجمنت او لكلمه الاداره. لما نيجي نعرفها بالتفصيل نقول أن كلمة الإدارة هي مجموعة من الأنشطة المتسلسلة والمترابطة والمخططة. مجموعة من الأنشطة المتسلسلة والمترابطة والمخططة والتي تهدف إلى، تهدف هذه الأنشطة إلى إيه؟ إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة على كافة المستويات. يبقى أنا معنى كلمة الإدارة هو أن أنا لازم أعمل شوية أنشطة، هذه الأنشطة هيحصل لما أعملها استغلالاً أمثلاً للموارد المتاحة عندي وتتحقق الأهداف المخططة. واضح كده التعريف بتاع كلمة الإدارة؟ طيب معنى كده أن أنا لازم يبقى عندي أهداف، مش كده ولا إيه؟ لازم يبقى عندي إدارة. حتى في علم في كده يقول لك الإدارة بالأهداف، لازم عندي اهداف، والاهداف دي كمان تكون بلاند، تكون مخططه، بلاند اوبجكتيفز. تمام، يعني ما اقدرش اشتغل او العمل المؤسسي الحقيقي ان انا لازم يبقى عندي اهداف، وهذه الاهداف بيحصل لها بريك داون على الادارات المختلفه. تمام، بل على الافراد كمان، لازم كل واحد فينا جوه المؤسسه يبقى له تارجت، يبقى عارف هو موجود في هذه الوظيفة ليه؟ إيه المطلوب منه؟ لازم المدير، أي مدير، يبقى محدد لكل فرد ولكل شخص ولكل خط إنتاج أو لكل فاسيليتي أو جهاز لازم يبقى له تارجت، لازم يبقى له تارجت. وهذا التارجت لابد إن أنا أوفر له الموارد اللازمة وأسخرها عشان هذا التارجت يتحقق، وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة الإدارة. يبقى الإدارة
هي سلسلة الأنشطة التنفيذية المترابطة والمخططة التي تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة على كافة المستويات. وطبعا عندي المستويات مختلفة، مستويات الإدارة العليا، مستويات الإدارة المتوسطة، مستويات الإدارات التشغيلية، وزي ما قلنا ممكن توصل لمستويات الأفراد. هذه الأنشطة بسرعة كده تشمل الرؤية، الفيجن، لازم عندي فيه رؤية، الرؤية بعد كده تتحول لسياسات، والسياسات تتحول إلى تخطيط، والتخطيط معناه وضع الأهداف، والأهداف لازم كل هدف حطيته أحط له خطة تنفيذية، وكل خطة تنفيذية يلزمها عشان تبقى خطة واقعية إن يحصل تدبير للموارد اللازمة، الموارد اللازمة للتنفيذ. كمان من مهام الإدارة وضع السلطات والصلاحيات والمسؤوليات لكل حد جوه المؤسسة، ثم تحديد قنوات الاتصال الـ communication channels، ثم الفولو أب أو المتابعة للتنفيذ. وبعد متابعة التنفيذ، وحينما وأنا بتابع التنفيذ أكتشف أن هناك أخطاء في التنفيذ أو مشاكل في التنفيذ، نعمل الـ correction والـ corrective actions والـ preventive actions، نعمل التصحيح والإجراءات التصحيحية والإجراءات الوقائية. وتنتهي مهمة الإدارة أو المهام بتاعة الإدارة بالأسسمنت أند ريفيو، المراجعة والتقييم، علشان نعرف إذا كان اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط، وكمان نسعى إلى تحسينه. يبقى دول الأنشطة اللي تتضمنها كلمة الإدارة، الأنشطة التي تتضمنها كلمة الإدارة. أنا قلتهم بسرعة، هدي بس لمحة عن كل حاجة فيهم، لأن طبعاً إحنا محتاجين حضرات كتير عشان نشرح الشريحة دي لوحديها. فطبعاً لازم أي مؤسسة يبقى عندها رؤية، وهذه الرؤية بتبقى مستمدة من رؤية الوزارة التابعة ليها أو المؤسسة التابعة ليها، ورؤية الوزارة جاية من رؤية الدولة بالكامل، تمام؟ الرؤية يعني زي ما نقول استشراف المستقبل. عندنا في المملكة العربية السعودية رؤية 2030، هنلاقيها عندنا في شريحة العنوان بتاعتنا، هي دي اللي احنا بنشتغل من خلالها. كل مؤسسات الدولة لازم حاطة هذه الرؤية قدامها، رؤية 2030 بتاعت المملكة العربية السعودية، التحول من دولة بترولية إلى دولة متعددة المصادر الاقتصادية، بدل ما نعتمد فقط على البترول، لا، عايزين نبقى دولة صناعية، زراعية، سياحية، and so on، تمام؟ هذه الرؤية تتحول إلى سياسات، ومعنى السياسة هو أنا هعمل إيه علشان الرؤية تتحقق. معنى كلمة السياسات أنا هعمل إيه عشان الرؤية تتحقق، هعمل إيه عشان أتحول إلى دولة صناعية، هعمل إيه علشان أتحول إلى دولة زراعية، هعمل إيه عشان أتحول إلى دولة سياحية. يبقى السياسة هي عبارة عن بضعة أسطر توضح نواياي من الأعمال اللي هعملها علشان أحقق الرؤية. زي ما يكون أي حد فيكم عنده طفل صغير في كي جي 1 ويقول أنا نفسي أشوف الولد ده دكتور، جراح، أو ضابط، أو أشوفه مهندس، أو أشوفه لعيب كورة، كويس؟ دي رؤية، إن أنا عايز الولد طبيب. طب هتعمل إيه علشان الولد يطلع طبيب؟ ده لازم يطلع الولد ده متعود على التفوق الكاسح، لازم يطلع بيحب الفيزياء والكيمياء والبيولوجي، لازم يبقى بيرفكت في اللغة الإنجليزية، لازم هوديه مدارس كذا وكذا وكذا، وهجيب له مدرسين كذا وكذا. هذه هي السياسات، هذه هي الايه السياسات. يبقى السياسات هي الصيغة التخطيطية لتحقق الرؤية. هنعمل كذا وكذا وكذا، لسه ما عملناش، لكن ده اللي ناويين نعمله عشان تتحقق الرؤية. بعد ما حطينا الرؤية والسياسات، ودي غالبا بيجي لي من المستويات العليا، ببدأ في التخطيط. والتخطيط معناه وضع الأهداف، التخطيط معناه وضع الأهداف، والأهداف بتبقى أهداف قريبة أو أهداف تشغيلية، وأهداف متوسطة، وأهداف بعيدة المدى. وكل هدف لازم أحط له أكشن بلان. في الأكشن بلان أو الخطة التنفيذية، أنا بحدد أو بعمل بريك داون للهدف ده لخطواته التنفيذية، وكل خطوة بحدد إطارها الزمني من إلى، ومين المسؤول عن التنفيذ، وإيه الموارد اللي مطلوبة للتنفيذ،
ببدأ بعد كده بعد ما طبقت ده كله أسيب الناس تشتغل، وأنا كمدير أبدأ عملية المتابعة. وأنا بتابع مؤكد هبقى عندي حالة من ثلاثة، يا إما الناس بتنفذ وتعدد المخطط وده شيء كويس بس بشرط جودة التنفيذ والخلو من العيوب، ها، أو إن أنا اون تارجت وده شيء برضو جيد إن أنا الناس بتنفذ زي ما هو مخطط، أو إن أنا هكون بيهايند التارجت ودي المشكلة إن أنا أكون خلف المخطط. وإذا لقيت نفسي إن أنا خلف المخطط، ها، لازم أحط أعمل كوركشن الإجراء التصحيح والإجراءات التصحيحية، وأعمل كمان البريفنتيف أكشنز أو الإجراءات الوقائية علشان أمنع تكرار نفس المشكلة لنفس السبب. عشان نفهم الفرق ما بين التصحيح والإجراءات التصحيحية والإجراءات الوقائية، ناخد المثال ده. لا قدر الله في أي مؤسسة من المؤسسات حصلت حريقة، بيبقى الهم الأول للمؤسسة إن إحنا نطفي الحريقة، مش كده؟ ده اسمه correction، صح؟ وبعدين بعد ما طفينا الحريقة لابد إن أنا أقعد أشوف هو كان إيه السبب الجذري اللي أدى لحدوث هذه الحريقة. يا ترى كان عقب السيجارة ولا انسكاب مواد بترولية ولا مسك كهربائي ولا تفاعلات كيميائية ولا بفعل فاعل، ولا كان نظام الإنذار الآلي عطلان ونظام الإطفاء الآلي عطلان وكده، مش كده ولا إيه؟ يبقى هنا دي اسمها إجراءات تصحيحية. لما اكتشف إن السبب الحريق كان عقب السيجارة، همنع التدخين، همنع السجاير، همنع الولعات، همنع الكبريت، هبني أوضة للمدخنين، بيعملوا كده في المطارات، مش كده؟ دي اسمها إجراءات تصحيحية هتمنع تكرار الحريق مرة أخرى بسبب عقب السيجارة، مش كده؟ لكن هذه الإجراءات التصحيحية لن تمنع حدوث الحريق مرة أخرى بسبب المسك الكهربائي. كون إن أنا منعت السجاير أو الولاعات أو الكبريت، ده مش هيمنع حدوث مسك كهربائي. فلابد كمان أروح أشوف كابلات الكهرباء وسكاكين الكهرباء والفيش والمفاتيح، واطمن إنها سليمة ومطابقة للمواصفات والتحميل بتاعها سليم ومش هيحصل منها حريق. واروح على مخازن المواد البترولية واطمن انها مجهزة باحتياطات الامان والطفايات والكميات المخزنة مظبوطة، واروح على مخازن المواد الكيماوية عشان اطمن ان ما فيش مواد غير متوافقة متخزنة مع بعضيها، مش كده ولا ايه؟ عشان ما يحصلش منها حريقة. دي بنسميها اجراءات وقائية. يبقى الاجراءات الوقائية الغرض منها تلافي حدوث نفس المشكلة لسبب اخر ما حصلتش منه المشكلة. ثم بعد ذلك ان احنا نعمل assessment and review لكل اللي فات ده، للرؤية وللسياسات وللتخطيط وللموارد وللسلطات والصلاحيات والمسؤوليات والقنوات الاتصال، بغرض ان احنا نحسن فيها. لو اكتشفنا ان عندنا قصور في job description بتاع وظيفة معينة نعيده، لو اكتشفنا قصور في مستويات الإبلاغ عن الحوادث وأدى ده إلى تفاقم الإصابات، يبقى لازم تتحسن قنوات الاتصال. يبقى هنا عملية المراجعة والتقييم بغرض التعلم والتحسين للقادم. يبقى ده معناه الأنشطة اللي لازم المدير يعملها أو الإدارة تعملها، تمام؟ طيب، هذه الإجراءات لما تتعمل هيحصل استغلال أمثل للموارد، هيحصل استغلال أمثل للموارد المتاحة. طب هي يا ترى إيه الموارد المتاحة في أي مؤسسة؟ الموارد المتاحة في أي مؤسسة هي تشمل موارد مادية ملموسة أقدر أحط عليها إيدي، ونوع آخر من الموارد بتسميه الموارد المعنوية المحسوسة. الموارد المادية الملموسة تشمل الموارد البشرية وتشمل رؤوس الأموال والمباني والأجهزة والمعدات والمخازن والشبكات، شبكات المياه والصرف والآي تي، البنى التحتية، التجهيزات، تمام، مصادر الطاقة، مصادر المعرفة، كل دي بنسميها موارد مادية ملموسة لازم أحقق أقصى استغلال منها. أيضا في عندي نوع تاني من الموارد بنسميه الموارد المعنوية المحسوسة اللي أهمها الوقت. هل الوقت يا جماعة من الموارد ولا لا؟ بالذات عندنا في السيفتي الوقت يفرق، التيكا سكند، مش كده ولا ايه؟ الثانيه بتفرق، مش كده ولا ايه؟
كمان الايدياز او الافكار، الافكار دي برضو من ضمن الموارد، بس موارد معنويه محسوسه ما هيش ممسوكه. تمام. السمعه، الاسم التجاري، العلامه التجاريه، مش كده ولا ايه؟ الشعار بتاع الهيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده دي، ده شعار سمين، ده اللي يشوفه في اي مكان ده لازم يعني عندنا بلغه الجيش يقف ويؤدي التحيه، لانها مؤسسه محترمه عريقه، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي لابد ان انا احقق استغلال امثلا من كل هذه الموارد، مش كده ولا ايه؟ مجرد اسم زي ما بقول الهيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده ان هي بترعى هذه البرامج، ده حاجه جميله جدا، وخاصه انها مؤسسه غير ربحيه او غير هادفه للربح. فبالتالي لابد ان انا استغل هذا الاسم استغلالا امثلا، او هذه العلامه التجاريه. يبقى اذا الاداره هي سلسله من الانشطه اللي احنا استعرضناها في الشريحه اللي فاتت، تمام؟ هتهدف هذه الانشطه لو اتعملت الى تحقيق طريق الاستغلال الامثل للموارد اللي موجوده عندي، اللي زي ما قلنا هي موارد ماديه ملموسه وموارد معنويه محسوسه. لازم انا كمدير احقق استغلالا امثلا من كل هذه الموارد المتاحه لدي، ووجه هذه الموارد فين بقى؟ الى تحقيق الاهداف المخططه. طب هو يا ترى اهداف السلامه والصحه المهنيه ايه؟ هو انا عندي بقى اهداف للسلامه والصحه المهنيه؟ طبعا هدفي في السلامه والصحه المهنيه هو حمايه العاملين والمتعاملين بس، حتى الزوار بس، لا ده كمان حتى المجتمع المحيط اللي حواليا. ما انا ممكن لا قدر الله حريقه تحصل عندي تؤثر على المجتمع اللي حواليا، المؤسسات اللي حواليا، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا اهداف السلامه والصحه المهنيه هي حمايه العاملين والمتعاملين والزوار ومقاول الباطن، اي بشر، حتى الراجل اللي ماشي جنب سور المؤسسه، لازم نظام السلامه والصحه المهنيه يحميه من الانشطه الضاره او من الحوادث اللي ممكن يتسبب فيها نشاط المؤسسه بتاعتي. يبقى انا لازم هنا ان انا اوجه كل الموارد بتاعتي نحو حمايه كل البشر اللي موجودين جوه المؤسسه بتاعتي، وكمان اللي حوالي المؤسسه بتاعتي، بحيث ان لا يحدث ليهم اضرار. تمام؟ طيب يبقى احنا كده شرحنا كلمه الاداره، وقلنا كلمه الاداره هي سلسله من الانشطه التنفيذيه المتسلسله والمترابطه التي تهدف الى تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحه لتحقيق الاهداف المخططه، الا وهي حمايه ايه؟ العاملين. هيتفضل عندنا بقى كلمه السيستم او النظام. ما هو المقصود بكلمه سيستم او نظام؟ السيستم او النظام معناه، خلينا ناخد برضو ايه نقطة كده مهمة، ان من وجهة نظر كل نظم الادارة الحديثة، اي مؤسسة ايا كانت شكلها او حجمها او عدد عامليها، فهي مجموعة من العمليات، العمليات الرئيسية والعمليات المساندة، مجموعة من العمليات الرئيسية والعمليات المساندة. يعني بنبص للمؤسسة، لو قلنا مصنع مثلا، ما هي العمليات الرئيسية للمصنع؟ العمليات الرئيسية للمصنع هي دراسة السوق، هي تدبير أو شراء الخامات والمستلزمات الإنتاج، هي تخزين الخامات ومستلزمات الإنتاج، هي العمليات التصنيعية، هي التعبئة والتغليف، هي النقل والتسويق، دي عمليات رئيسية. لكن أيضا عندي في المصنع في صيانة وفي تدريب وفي شؤون مالية وإدارية وفي HR وفي سلامة وصحة مهنية، هذه عمليات أخرى بنسميها العمليات المساندة. المستشفى مثلا مؤسسة أخرى، هي أيضا من وجهة نظر نظم الإدارة هي مجموعة من العمليات الرئيسية والمساندة. يعني المستشفى عملياتها الرئيسية استقبال المرضى، فحص المرضى، توصيف تشخيص المرض ووصف العلاج،
وان كان محتاج مزيد من الفحص يبقى في عندنا اشعه وتحاليل، وبناء على الاشعه والتحاليل يبقى في وصف علاج وخروج او في استبقاء علشان اجراء عمليه جراحيه، واثناء الاستبقاء في تنويم وفي اقامه وفي تغذيه وفي تعقيم وفي تجهيز لاجراء العمليه الجراحيه، وبعد العمليه الجراحيه يا اما في علاج وخروج او في لا قدر الله خروج، بس خروج نهائي بقى الله يرحمه كان راجل طيب مش كده ولا ايه؟ او حتى بعد الخروج ده في عندي ثلاجه وفي مغسله وفي ما شابه ذلك، والمستشفى فيها صيدليه وفيها مطبخ وفيها مغسله وفيها حاجات كثيره جدا مش كده ولا ايه؟ دي عمليات رئيسيه عشان مرتبطه بالمريض، لكن ايضا المستشفى فيها تدريب وفيها شؤون ماليه واداريه وفيها صيانه وفيها امن وحراسه وفيها سلامه وصحه مهنيه، صح والغلط البنك، مركز التدريب، المدرسه، كل هذه المؤسسات المختلفه لما بنيجي نبص لها بنبص لها من وجهه نظر الاداره الى بروسيسز، عمليات، عمليات رئيسيه وعمليات مسانده. كل عمليه من هذه العمليات سواء كانت رئيسيه او مسانده لازم احط لها طريقه امنه للتشغيل. لازم احط لها ايه بقى؟ ايه طريقه امنه للتشغيل. يبقى اذا السيستم هو مجموع الاجراءات والمنهجيات وتعليمات العمل والخطط الموثقه التي تشرح وتصف وتوضح كيفيه التنفيذ الامن للعمليات والانشطه. تمام؟ يبقى انا هنا المؤسسه بتاعتي على بعضيها زي ما قلنا هنقسمها لعمليات رئيسيه وعمليات مسانده، وكل عمليه كده على حده ها احط لها تعليمات تشغيل امنه او التعليمات الامنه للتشغيل، ازاي ننفذ العمليه دي. تمام؟ هذه المنهجيات او الاجراءات لازم بتكون بتشرح وتصف وتوضح الايه؟ التشغيل الامن، بمعنى ان هذه المنهجيات ها لازم تجاوب لي على خمس اسئله. تجاوب لي على خمس اسئله. مين بيعمل ايه؟ امتى؟ وازاي؟ وليه؟ يبقى المنهجيه معناها ايه؟ ان انا بوصف فيها مين؟ مين في العملية دي؟ بيعمل ايه؟ مين بيستقبل المريض؟ مين بياخد بيانات؟ مين بياخد بياناته؟ مين بيقيس له درجات الحرارة وال يقيس له الضغط ويعمل له الكلام ده كله؟ يبقى مين بيعمل ايه؟ يبقى هكذا. كل واحد متوصف دوره في المنهجية. امتى؟ مين رقم واحد؟ مين رقم اثنين؟ مين رقم ثلاثة؟ مين رقم 10؟ تمام؟ وكمان بيعمل ده ازاي؟ لازم اوصف له ها ازاي تعمل الكلام ده. يبقى كل واحد حدد مين بيعمل ايه امتى، وكمان اهم ما في الموضوع ازاي بيعمله. ازاي بيعمله؟ البيست براكتس، الطريقه المثلى اللي يؤدي بيها هذا النشاط بتاعه. وكمان بيعمل ده ليه؟ ليه بيعمله بالطريقه دي؟ ها ايه الدليل المادي الملموس على ان هو ده الاسلوب الامثل للتاديه بتاع الموضوع. لكن لما تيجي تقرا كتاب او تيجي مثلا كتاب تفسير ويجي يقول لك انظر البخاري صفحه كذا او البقره الايه رقم كذا، ده بنسميه واي، ليه؟ المرجعيه بتاعتنا ايه؟ تمام؟ يبقى اذا السيستم هو عباره عن مجموع المنهجيات الموثقه ها التي تشرح وتصف وتوضح كيفية تنفيذ العمليات والأنشطة بأمان safely. تمام؟ What is the safest way to perform the job. تمام؟ وهذه المنهجية زي ما قلنا بتجاوب على خمس أسئلة. مين بيعمل إيه؟ إمتى؟ وإزاي؟ وليه؟ طيب الـ 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 زي ما قلنا إن هذه الـ 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 الأشياء بتهدف إلى بتهدف إلى ضمان وأمان وسلامة العاملين والمتعاملين والمجتمع المحيط.
تمام، ومقاول الباطن والمجتمع المحيط. ده طبعا شكل الاكشن بلان او الخطه التنفيذيه للهدف. وال زي ما شفنا كده بنقسم الهدف لمراحل، وكل مرحله الوقت المتاح ليها قد ايه، ومين المسؤول عن التنفيذ، وايه الموارد المطلوبه، وايه الكي بي ايز او مؤشرات الاداء الاساسيه اللي هقيس بيها هذا الهدف، واثناء المتابعه هل بيتحقق هذا الهدف ولا لا، ولو مش بيتحقق ايه السبب. ده شكل العمليه. حولنا العمليه، في عندي مدخلات، في انشطه، في حواكم، وفي مخرجات دي اساسيه، وفي عندي كمان باي برودكتس اللي هي الاشياء اللي بتخرج مع العمليه بتاعتي اللي ممكن تؤدي الى اصابه العاملين او احداث ضرر على اللونج تيرم للعاملين. طبعا انا مهمتي ان انا امينيمايز التاثيرات السلبيه للعاملين. طبعا هننتقل بسرعه نسرد البنود بتاعه المواصفه بتاعتي. المواصفه بتاعتي كما نظم الاداره الحديثه كلها مكونه من 10 بنود. البند الاول طبعا هي مبنيه بلان دو تشيك اكت، لكن البند الاول عنوانه السكوب او المجال بتاع المواصفه. البند رقم 2 اسمه النورماتيف ريفرنسز او المراجع او المرجعيات. البند رقم 3 اسمه المصطلحات والتعريف. والثلاث بنود دول ثابتين في اي مواصفه، ها، بس طبعا بتتغير السكوب من مواصفه لمواصفه، يتغير المصطلحات والتعريف من مواصفه لمواصفه، لكن ما فيهمش اي متطلبات. البند رقم 4 من المواصفه اسمه context of the organization او سياق عمل المؤسسه، وفي بحدد ايه كل النقاط القوه والضعف الداخليه جوه المؤسسه او الفرص والتهديدات اللي من خارج المؤسسه. البند رقم 5 من المواصفه بيحدد متطلبات القياده، متطلبات القياده. البند رقم 6 بيحدد لي فيه متطلبات التخطيط، والتخطيط يعني وضع الاهداف والخطط التنفيذيه لهذه الاهداف. وزي ما قلنا الهدف بتاع نظام اداره السلام والصحه المهنيه هو حمايه صحه العاملين والمتعاملين والزوار ومقاومين الباطن والمجتمع المحيط. في البلاننج انا خرجت من موضوع البلاننج ده، معايا اهداف وخططها التنفيذيه. هروح في البند رقم 7 ان انا اعمل السبورت، هجيب الدعم، كل الموارد اللازمه للتنفيذ. البند رقم 8 من المواصفه بيقول لي الاوبريشن او العمليات، ازاي بقى نطبق الكلام اللي احنا جبنا، حطينا الاهداف بتاعتنا وجبنا المستلزمات التنفيذ في البند رقم 7، ازاي ننفذ بقى التشغيل الامن وايه اللي راعيه في التشغيل الامن. ثم البند رقم 9 اسمه البرفورمانس ايفالويشن او تقييم الاداء، بحيث ان انا كل يوم عندي في حد اسمه مراقب سلامه واقف بيرصد التشغيل الامن ويرصد اي مخالفه او اي حادثه او اي حادثه وشيكه، ويسجل الكلام ده ونبدا نعمل روت كوز اناليسيس لو في حادثه وايه السبب الجذري، وناخد الاجراءات التصحيحيه والاجراءات الوقائيه اللي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحادثه. ثم بعد ذلك البند الاخير من المواصفه اللي اسمه الامبروفمنت او التحسين، لان انا مش من المقبول ان يحصل عندي حادثه وتتكرر تاني بعد كده. المفروض فقط لو ان ده مسموح، انه لو في حادثه يبقى حادثه ما حصلتش قبل كده، او لا قدر الله حاجه يعني جديده من نوعها، بحيث ان احنا دائما وابدا عايزين نقلل من معدل الحوادث او الاصابات او ايام وساعات الانقطاع عن العمل في هذا المجال. يبقى هنا دي المواصفه بتاعتنا، وعلى فكره ده بنسميه الانكس اس ال او الهاي ليفل ستراكشر، اللي كل المواصفات الجديده مبنيه بنفس العناوين دي، كلها مكونه من 10 بنود وكل بند بنفس العنوان، لكن تختلف التفاصيل من مواصفه لاخرى. تمام، المواصفه دي برضو اخر حاجه قبل ما نقفل، ها، لازم وانا بقراها ابقى فاهم كل المواصفه ليها لغات، المواصفه ليها لغه. يعني كلمه شال
لما أقراها في المواصفة دي معناها إلزام، خدوا بالك وإحنا بنقرأ المواصفات. كلمة شال لما ألاقيها في المواصفة دي متطلب قانوني، متطلب لازم لا فكاك منه، لازم أنفذه. يبقى أنا لما جي لو جيت عايز أطبق المواصفة دي وبقرأ المواصفة ولقيت كلمة شال، العبارة اللي بعديها اللي بعد كلمة شال دي ده إلزام عليا إن أنا أعمله. في اللغة العربية دايما بنترجم كلمة شال إلى يجب، يجب على المؤسسة كذا، ده إلزام. الكلمة الأقل منها في القوة كلمة شود، كلمة شود معناها ريكومنديشن أو توصية أو نصيحة. في اللغة العربية في المواصفات المترجمة باللغة العربية بنترجمها لكلمة ينبغي، شود يعني ينبغي، دي توصية، دي من اللجنة اللي حطت المواصفة دي شافت إن أنت من الأفضل إن أنت تعمل كده. الكلمة الأقل منها في القوة كلمة مي، ومي يعني يجوز، بنترجمها في اللغة العربية إلى يجوز. إذا كنت أنت شايف إن ده كويس يجوز لك إنك تعمل كده. المصطلح الأخير في القوة كلمة كان، كلمة كان، وكان يعني تستطيع إنك تعمل كده. كان ومي الاثنين يعني قريبين من بعض في المعنى التطبيقي بتاعهم. طبعا آخر شريحة عندي في المحاضرة بتاعتنا النهاردة البنود التفصيلية بتاعت اللي احنا قررنا في الشريحة دي، البنود الإجمالية. هنا في الشريحة دي البنود الفرعية لكل بند جوه المواصفة. عندي بند رقم 4 لعنوانه Context of the Organization، فيها عندي 3 بنود رئيسية بيقول لي افهم السياق، ومعنى فهم السياق انك تحدد النقاط القوة والضعف اللي ممكن تؤدي إلى حدوث حوادث أو مهددات لسلامة العمل. لازم نفهم إيه المصادر السورسز بتاعت. بعد كده تاني البند رقم 4-2 بيقول لي Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties، اللي هم الزوار ومقاول الباطن والمجتمع المحيط. لازم أفهم برضو احتياجاتهم من السلامة والصحة المهنية. وبعدين نحط الـ determining of the scope of the occupational health and safety management system، ونحط العمليات بتاعة المؤسسية بتاعتنا والمنهجيات بتاعة التشغيل الآمن. البند رقم 5 في 4 بنود فرعية. البند رقم 5 عنوانه leadership، بيقول لي leadership and commitment، البوليسي للسياسات، واحنا بنشرح كلمه الاداره قلناها، وبعدين المهام والمسؤوليات بتاعه كل حد جوه المؤسسه، وبعدين مشاركه العاملين في، لازم في كل مؤسسه يبقى في لجنه اسمها لجنه السلامه والصحه المهنيه، لازم ناخد رايهم. البند رقم 6 بتاع البلاننج في بندين فرعيين، في بندين رئيسيين. الاولاني actions to address risks and opportunities and how to dealing with them، وبعدين الـ planning to achieving them. البند رقم 7 بتاع السبورت اللي هو بتاع الدعم، جواه 5 بنود فرعية بيقول لي resources الموارد، والكومبتنس الجدارة، والاويرنس التدريب والتوعية، الكوميونيكيشن التواصل، والدوكيومنتد انفورميشن او المعلومات الموثقة. كل الكلام ده احنا قلناه واحنا بنشرح أنشطة الإدارة. البند رقم 8 اللي هو بند الاوبريشن بيتكلم على الاوبريشنال بلاننج اند كنترول، اللي هو تخطيط ومراقبه التشغيل اليومي، وكمان الامرجنسي بريبيرنس اند ريسبونس، خطط الاستجابه والاستعداد للطوارئ. البند رقم 9 بيتكلم على المراقبه او تقييم الاداء. جوه البند ده في عندي الاناليسيس اوف بيرفورمانس ايفالويشن، والانترنال اوديت المراجعات الداخليه، والمانجمنت ريفيو مراجعه الاداره. البند الاخير من المواصفه فيه 3 بنود فرعيه اللي هو عنوانه الامبروفمنت. اول بند فيها بيتكلم على الامبروفمنت جنرال، ان انا لازم اتحسن يوم عن يوم، ها، ثم اقل حاجه في التحسين ان انا لما يحصل عندي حادثه لازم يحصل عندي انسيدنت نون كونفورميتي اند كوركتيف اكشنز، قلناها برضو، ها، اجراءات صحيه، وبعدين لازم يحصل عندي continual improvement للسيستم بتاعي، بحيث ان معدل الاصابات دايما ومعدل انقطاع العاملين عندي اقل في
في النازل في في اقل، يعني ما ينفعش ان انا عندي عدد ساعات انقطاع العاملين بعد ما طبقت السيستم تزيد، لا ده بالعكس ده لازم تقل، والا السيستم يبقى ما حققش المطلوب منه. لابد ان انا الاقي ان الحوادث عددا وعدد ساعات انقطاع العاملين بتقل باستمرار، علشان يبقى ده دليل على تحسن النظام بتاعي. ارجو ان احنا نكون في الوقت البسيط ده قدرنا ان احنا ندي فكره كويسه عن منظومه او نظام اداره السلامه والصحه المهنيه، وكل اذان صاغيه لو في عند حي اي حد من حضراتكم اي سؤال اسعد ان انا اجاوب عليه. شكرا جزيلا لك مهندس احمد. ناخذ بعض اسئله الحضور، ممكن الحضور يضعون اسئلتهم في خانه الكيو ان اي. السؤال الاول، ما هو الفرق بين الايزو 45001 والاوساس 18001؟ تمام. المواصفه الاوساس 18001 دي مواصفه بريطانيه صدرت عام 2005. المواصفه الايزو دي مواصفه دوليه. طبعا عندنا في المواصفات في عندي اربع مستويات من المواصفات، مواصفات دوليه، مواصفات قياسيه دوليه، مواصفات قياسيه اقليميه، ثم مواصفات قياسيه قوميه، ثم مواصفات خاصه. الاوسس 18001 دي مواصفه بريطانيه محليه خاصه ببريطانيا، لكن كان معظم الدول بتاخد الاوسس وتطبقها، لان الايزو اول فيرجن من اصدارها لمواصفه في السلامه والصحه المهنيه كانت الايزو 45001. يبقى المواصفه الايزو 45001 صادره عن منظمه الايزو في 2018 واتبنت على الاوسس 18001. خدنا تقريبا كل البنود اللي موجوده في ال 18001 وضمناها جوه بنود الايزو 45001 وزودنا عليها ووحدناها مع بقيه نظم الاداره المختلفه طبقا للتركيب البنائي بتاع العشر بنود. ممتاز، شكرا لك مهندس احمد. السؤال التالي، هل من الممكن تقبل حدوث الخطر اذا كانت تكلفته الماديه او المعنويه اقل من تكلفه معالجته؟ في هذه الحاله ده في الريسك مانجمنت وانا بشوف، بس المهم ان انا في كل الاحوال ان انا ابقى مقدر للريسك فاكتور لهذا الخطر، وهل هينجم عنه حوادث جسيمه ولا لا. اذا كان مجرد ان انا هيحدث عنه اصابات بسيطه، ولقيت ان انا علشان اتلافى هذه الاصابات البسيطه انا هصرف كتير قوي، لا ممكن بنقول ان احنا نتقبل هذا الحدث، ويطلق على هذا الموضوع الريسك ابيتايت، ان كل مؤسسه عندها محددات تقدر تقول هي ممكن تقبل الحوادث لدرجه ايه. يعني ممكن مثلا حوادث الانزلاق او السقوط، ممكن تكون الاصابات الناجمه عنها اصابات بسيطه قد تستلزم علاج في الموقع او اسعافات اوليه او بعض الحاجات اللي نقدر نتعامل معها. لكن لو انا همنع الكلام ده، لا ده انا هنا بقيت بتكلم على ان انا تكلفه عاليه جدا في مقابل ان انا بتلافى اصابات بسيطه. لا ده انا عايز اوجه كل الموارد بتاعتي نحو الاصابات الجسيمه او نحو الحوادث اللي معامل الخطوره فيها عالي. ممتاز ممتاز. السؤال التالي، ألا ينبغي إدراج مخاطر الخبرة والإهمال والسن والتعب ضمن المخاطر، فهي مخاطر كامنة في الإنسان؟ هو مخاطر الخبرة والإهمال والسن والتعب بنحطها في المخاطر الأخرى، يعني ما بنصنفش في المخاطر البيولوجية. المقصود بالمخاطر البيولوجية هو التعامل مع الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب ضرراً للإنسان حين التعامل معها، زي الميكروبات والجراثيم والفيروسات والفطريات وما شابه ذلك. ممتاز. ما هي أوجه الشبه بين هذه المواصفة الـ ISO 45001 والمواصفة 22000؟
المواصفة 22000 مختلفة عن المواصفة بتاعتنا. المواصفة 22000 بتتكلم أو عنوانها Food Safety Management System. عفوا. فهنا في المواصفة الايزو 22000 احنا بنتكلم على المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء. المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء، بمعنى اننا هناك بصنف المخاطر الى ثلاث انواع فقط: مخاطر فيزيائية تتعلق بالاجسام الصلبة، ها، زي المسامير والزجاج والحصى والحجارة اللي ممكن تكون في الحبوب مثلا القمح او العدس او اللي ممكن تسبب مخاطر للانسان حين تناولها، او بنتكلم على المخاطر الكيميائيه، لان المخاطر الكيميائيه كومن في الاثنين، او بنتكلم على المخاطر البيولوجيه اللي هي تشمل وجود الفطريات والكائنات الحيه الدقيقه جوه الغذاء. فهنا المواصفه الايزو 22000 بتستبدل الانسان بالماده الغذائيه. بس طبعا المواصفه 22000 في التطبيق بتاعها بتبقى يعني اصعب بمراحل من تطبيق الايزو 45000، لانها بتتعامل مع اجزاء دقيقه جدا جدا، والسكوب بتاعها عالي في المخاطر بتاعتها. ودي مبنيه على حاجه اسمها الكودكس هاسب او الهازاردز اناليسيز اند كريتيكال كنترول بوينتس، باختصار كلمه الهاسب. يعني المواصفه الايزو 22000 مبنيه على الايزو 9001 بلس الهاسب، نظام الهاسب اللي هو هازارد اناليسيز اند كريتيكال كنترول بوينتس، وتختص بمعالجه المخاطر اللي تتعلق بسلامه الغذاء. شكرا مهندس احمد. كيف يتم عمل التدقيق بصوره عمليه للايزو 45001؟ على فكره في عندي مواصفه خاصه ازاي نعمل عملية الاوديتنج، في اسمها مواصفة ايزو 19011 اللي هي احدث اصدار منها برضو 2018، خاصة بالاسلوب الامثل لان انا اعمل اوديتنج على اي نظام ادارة. هذه المواصفة عبارة عن جايد لاينز او عبارة عن ارشادات، ها، بتقول لي انك التدقيق دي لازم تكون عملية بنسميها added value process، لازم تكون عملية ذات قيمة مضافة، مش مجرد ان انا بروح اشوف الشكليات ايه. فبيقول لي علشان عملية الاوديتنج دي تكون ذات قيمة مضافة لازم تبص على ثلاث حاجات، لازم تبص على ثلاث حاجات. الحاجة الاولى هو الاهداف بتاعة العمليات بتتحقق ولا لا. يعني انا براجع process per process process by process. اول حاجه الاوديتور لازم يقرا كويس العمليه او المنهجيه بتاعه العمليه اللي بيراجع عليها، ويعرف كويس هو ايه المستهدف، ايه الاوبجكتيف من العمليه دي، ويكون همه الاول اذا كان الاوبجكتيف ده بيتحقق ولا لا. دي اول معيار. تاني معيار، هل المستفيد من هذه العمليه الكاستمر بتاع هذه العمليه مبسوط ولا لا؟ هل الكاستمر بتاع العملية دي مبسوط من المخرجات بتاعتها ولا لا؟ المعيار الثالث، هل هذه المخرجات بتاعت هذه العملية بتتحسن ولا لا؟ يبقى علشان نعمل عملية مراجعة وتكون عملية المراجعة دي عملية ذات قيمة مضافة، لازم أحط نصب عيني الثلاث معايير دول. هو الأهداف بتاعت البروسيس دي بتتحقق ولا لا؟ هل الكاستمر بتاع هذه البروسيس مبسوط ولا لا؟ ومعنى انه مبسوط على ارض الواقع لازم انا اشوف اذا كان في تواصل مع العميل ده بتاع هذه العمليه وبسجل رايه، واذا كان في له شكاوى او اقتراحات هل بيتم دراستها وتطبيقها ولا لا، والرد عليه ولا لا. ثالثا المعيار الثالث ان انا لازم الاقي فيه تحسن في هذه المخرجات للعمليه. وكده ده اختصارا لأن يكون العملية بتاعة المراجعة عملية ذات قيمة مضافة. ممتاز مهندس أحمد. السؤال التالي، من أكبر التحديات التي تواجه إدارة السلامة هو اقتناع صاحب المؤسسة، ما هي النصائح التي تعطيها لإقناع صاحب المؤسسة والموظفين لتطبيق إجراءات السلامة؟ لا، النصيحة أنا مش هديها لصاحب المؤسسة، أنا هديها لصاحب السؤال.
صاحب السؤال هو اللي معني انه ينقل لصاحب المؤسسه انه اذا لم يتبع هذه التعليمات او التشغيل او مواصفات التشغيل الامن فهو الخاسر الاكبر. خد بالك ان صاحب العمل دايما يفهم لغه المال. صاحب العمل دائما يفهم لغه المال ولغه الارقام. انا هبني نظام لاداره السلامه والصحه المهنيه هيكلفني مبلغ وقدره. طيب ايه العائد عليا منه؟ ايه اللي هيرجع لي؟ لازم انا كمدير سلامه او مسؤول عن السلامه في المصنع افهم ان او اوصل لصاحب العمل ان ده هيكلفك اضعاف اضعاف لو لم تطبق نظام السلامه، علاوه على المساءله الايه القانونيه وعلاوه على المساءله قدام ربنا سبحانه وتعالى. لان طبعا يعني لينا الاسوه والمثل في سيدنا عمر بن الخطاب لما قال لك لو عثرت بغله في العراق لحاسبني الله لما لم امهد لها الطريق. بغله، ها، فما بالك بكيان بشري وانساني لابد ان انا احرص على ان انا احقق له السلامه بتاعته. خد بالك الاوشا متشدده جدا جدا ومستمده سمعتها الدوليه من تشددها في المتابعات وفي تطبيق سياسه الثواب والعقاب. ها يعني هم عندهم السيستم بيشجع اصحاب العمل على ان هم يطبقوا متطلبات السيفتي للعاملين بتوعهم من خلال انه يتشدد قوي في منح الملتزمين مكافآت او يتنازل عن الغرامات البسيطه ويطبق بصرامه شديده الغرامات المصاحبه لمخالفات مواصفات الاوشا في التطبيق. فهنا لابد ان اصحاب العمل يكونوا متمشين مع التطبيق اولا من وجهه نظر الضمير او المنهج الاسلامي اللي تركه لنا سيدنا رسول الله الا وهو حفاظ النفس، الحفاظ على النفس البشريه وامانه هنحاسب عليها، ويحط القول بتاع سيدنا عمر بن الخطاب نصب عينيه، وفي ناحيه اخرى ان دي احد المتطلبات القانونيه اللي لازم ان احنا نراعيها. شكرا مهندس احمد. السؤال الاخير، كم مره يجب تقييم المخاطر؟ تقييم المخاطر مش حكايه ان انا كم مره، انما مينلي انا عندي ثلاث حالات لازم اعمل فيها تقييم او اعاده لتقييم المخاطر. لازم اعمل اعاده تقييم المخاطر كلما تغير المان باور بتوعي. يعني لو انا كان عندي العماله البشريه اللي موجوده عندي كومبتنت ومتدربه وفاهمه ازاي التشغيل الامن، وبعدين العماله البشريه دي مشيت وسابتني او عدد كبير منها مشي وسابني، او بالذات الوظائف الحساسه اللي هي فيها مخاطر شديده، لابد اعيد تاني تقييم المخاطر، لان هنا العامل البشري عامل مهم جدا او سورس من مصادر الخطر. ثانيا لازم اعمل اعاده تاني لتقييم المخاطر الى كلما مر فتره من الزمن، لان بديهي ان المكنه او السياره مثلا على سبيل المثال اللي على الزيرو طبعا بالتاكيد غير السياره اللي بعد ما تقطع 1000 كيلو او 2000 او 10000 كيلو او بعد 3 سنين، مش كده ولا ايه؟ فهنا بالتالي انا بقيت محتاج ان انا اعيد تاني عمليه تقييم المخاطر. يبقى هعمل تقييم المخاطر عند تغير العمالة الماهرة، هعمل تاني إعادة لتقييم المخاطر بعد مرور فترة زمنية مناسبة المكن فيها لما بيتقادم بيبقى هو المكن مصدر من مصادر الخطورة، طبعا زي ما قلنا عربية على الزيرو غير عربية بعد 3 سنين. كمان لو إن القانون أهم بقى معيار أعيد فيه عملية التقييم المخاطر، لو القانون بتاع العمل السعودي اللي هو بيحدد فيه الحدود العتبية للتشغيل الآمن اتغير لازم أنا كمان تبعا لده أعيد منظومة تقييم المخاطر بتاعتي، لأن أنا مرتبط، ده من ضمن شروط سياسة السلام والصحة المهنية، إن أنا مرتبط بتحقيق المتطلبات القانونية والتشريعية. فلو ان قانون العمل قال ان درجه الحراره المسموح بها العمل مثلا
هي درجة 30 درجة مئوية، ورجع بعد كده خفضها إلى 26، أنا بقيت مضطر إن أنا أعدل الريسك ماتريكس بتاعي وهكذا. لو قال لي إن مستويات الضوضاء كانت 90 ديسبل بقت 85، يبقى أنا مضطر أعدل برضو تقييم المخاطر بتاعتي عشان أتماشى مع القانون. يبقى أبرز ثلاث حالات لازم أعيد فيهم عملية تقييم المخاطر هي إذا اتغيرت العمالة، إذا اتغير القانون، إذا المرور بعد مرور فترة زمنية من التشغيل بحيث إن إحنا الماكينات بتاعتي بقت مصدر من مصادر الخطورة، أو إذا المواصفة بتاعتنا دي اللي هي 45001 دي اتغيرت. لو صحينا الصبح أو بعد فترة لقينا المواصفة دي اتغيرت، بقيت أنا مضطر أعمل تقييم جديد لعملية المخاطر.